تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على جاد اف ام، برنامج البطولة المعد لكم اليوم من اثنين حتى الجمعة. كابتن فخر الدين، أهلا وسهلا. أهلا منير، إيمان، عبد الهادي وجميع صديقين وصديقات برنامج. عبد الهادي بعداك يوال بور لانستون. عبد الهادي ما كيقول يوال مصحاش لك، هو محدو قابلها راه عبد الهادي. صافي عبد الهادي. إيمان، أهلا وسهلا. أنا بك منير، أنا كابيتان فخر الدين رشحي وبكل المستمعين ومستمعات شادي فهم. كي دايرين؟ كل شيء بخير، صحتكم لاباس الحمد لله. وهذاك أنت بنت لي شوية درتي شي بتيت فولي فاش كنتي جاي. أيوة ضروري، ما خصش ما خصش، كما هو الشأن دائما. تحية لكل الأصدقاء كل المتتبعين. اليوم كيف عندنا المستمعين ديالنا الكرام، وكيف هي العدد ديالنا ديال اليوم الثلاثاء؟ ديما كنرجعوا لبطولة القسم الثاني، نشوفوا آخر المستجدات وما وقع في الدورة اللي تلعبت نهاية الأسبوع. عودة منتخب المحليين رسميا، نشرت واحد اللائحة اللي استدعاها طارق السكيتيوي. مزيان، ها قلنا لك ما ندخلوش شتى نشوفوه. والكثير كيقول لك راه منتخب أولمبي، ولكن هي منتخب محلي. غادي نقراو اللائحة ونشوفوا إلى أي حد في هذه البطولة هذه فيها ما يمكن أن يستدعى الفريق الوطني. الحديث كذلك على استقبال المنتخب ديال الفوتسال من طرف فوزي القجاع ورئيس العصبة ديال كرة القدم المتنوعة، والكلمات ديال هشام مسرار وهشام تكيك. إنما كان واحد الكلمة عاوتاني تكررت مرة أخرى من عند فوزي القجاع، إضافة إلى 05-22-36-05-36 الزاوية ديالكم لمناقشة كل المواضيع اللي كتشوفوها صالحة للنقاش إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا البرنامج. قبل ذلك دوم اللي انتر ميلان بطلا ديال بعد الفوز في الديربي. الديربي كان الله، وهذاك الديربي في خبارك راه تاجل. لانه علاش تاجل؟ لانه بعد كثره المباريات اللي كانت في الاسبوع وكان ديربي اخر ديال الاسبان، كانت الريفير وسميتو واحد عدد كبير ديال المباريات خلوه اليوم كيف البارح كيف كنقول انا يوم الاثنين. وشي حاجه اللي هي حنا دابا كنشوفوا حتى في الاختيارات ما كاينش الوقيته اللي عرفوا بانه هذاك الديربي خصو يتشاف وملعوبه في بطوله بيان سير، وخصو يتشاف وخصو هذا، وكاين عنده اهتمام. راه تاجل وبدون يعني كيف كنقولوا حنا شي مشاكل ولا هذا. مباراه كانت قويه جدا، لاسيد مينون وفي العهد ديالو، على انه انا بالنسبه لي كيبان لي لاسيد مينون خصو ان شاء الله العام الجاي خصو مازال يدير دي بون ريكروتمون ويرجع لسيد الميلان الأصل ديالها، لأنه أصلا الميلان كانت كتلعب ومن الديفونس حتى اللاتاك ما كديرش هذاك لو جو بحال هكاك بديك الطريقة. البارح الانتر قدرات تسجل بضربة رأسية ثم تيرام هدف ثاني. وبالنسبة لي الهدف الأول يمكن لا ديفياسيون بالنسبة لواحد الفرقة بروفيسيونيل صعيب، ثم الهدف الثاني كاع خلاص، لأنه من بعد ما توغل تيرام وضربه بهذيك الطريقه الغارديان دويت ما عنده ما غادي يدير. حاول لاسيد ميلون والجماهير ديالو كدفاع وكدير قدر يسجل واحد الهدف. ما نساوش الانطار اللي كانت ما حبساتش على طيله 90 دقيقه. اذا كنظن انه الانتر دي ميلون كيستحق الفوز، وكيستحق الفوز بالبطوله بجوج، لانه دوز واحد لا سيزون كانت مزيانه مع انزاغي وداروا دي بون ماتش. ماشي سهله باش دي بطوله وباقي الخمسه الماتشات، ولا هذه بدا شي حاجه اللي ما كانش ما تعاودتش ما كانتش كثير. انا غنسولك على شي حاجه اللي عشتيها تقريبا نفس الوضعيه كمدرب مساعد ديال روما. كيفاش ديربي وبطوله؟ ايوا راه شتي ذاك النهار الاحتفالات كيفاش كانت الوقيته اللي كنا لعبنا الماتش ديال الوداد والرجاء، وكان الفريق الوداد كان منهزم. ومن بعد يعني كنقولوا حنا في الدقائق الاخيره لويزي هدف ديال البطوله، ما كنسميش انا هدف ديال التعادل، ديال البطوله كان هدف ديال البطوله. انا كان خصك كان خصك ان بوان، وهذاك بدا كانوا فيه تجمعوا بزاف ديال الحويجات في هذاك الماتش، هذاك البيت بديك الطريقه اي في الوقت اللي جا فيها، ثم عندك النقطه شحال كانت كتساوي في هذاك الديربي سوات يعني انه انتهت. حتى كان احتفال كبير داخل الملعب، وكانت واحد يعني كيف كنقولوا هيستيريا، لا بالنسبه للاعبين لا بالنسبه لكل شيء. وهذه ذكرى كتبقى دائما. حتى البارح الجماهير ديال الانتر حتى هما هي راه ديربي وبطوله وفيها شامبيونه شامبيونه. وحتى كنقول انا ذاك
الديربي ديما كتبقى عنده واحد الحيويه، وكتبقى عنده واحد العلاقات، كتبقى عنده واحد شي حويجات اللي هي كيعيشها اي ملي كتشري سبان غادي تلقاها، تمشي لطاليان، تمشي لالمان، فين ما مشيتي كتبقى هذيك. غير هو في الايطالي شويه الحده كاينه شويه كثيره، حتى من ناحيه التيفوات اللي تهزوا وداك الشيء، فيهم بعض الكلمات ولا كي كنقولوا حنا بعض عبارات، عبارات اللي كانت كتعبر على بزاف ديال الحوايج. على اي ملعب اللي كتشوفوا مليء بالجماهير مختلفه، اعمار كلها مختلفه، كتشوفوا وليدات صغار بالكشكولات، تشوفوا وليد صغير كيبكي بواحد الطريقه يعني غريبه جدا، دراري ما عندوش حتى 9 سنين ولا 10 سنين، وذاك الحب للفريق ديالو والشغف ديالو. ثم هادشي غاديو في الانجليز كاع خلاص. البارح واحد في هذاك الماتش اللي كان اليمينات فيه هذيك الفرقه اللي لعبت مع مانشستر يونايتد، كتشوف وليدات صغار كيعبروا على القلق ديالهم والنرفازه وهذا، ولكن يمكن كرة القدم ولكن كرة القدم في نطاق كرة القدم، فهمتي شنو نقول لك؟ هذوك الوليدات مع موباه شاده يمكن غادي يبكي في ديك الوقيته وعاوتاني عندكم شي واحد يسمع هذا الشيء وبدا يقول لك يقارن حتى حنا الدراري. لا 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 هذاك راه شوف هذاك ماسيوري قرايتو تربيتو وداك الشيء كيبقى هذاك سبيكتاكل وفرقه. كيدوي الدراري راه عنده غير سبيكتاكل، انت كنتي 8 سنين 9 سنين كدوي على 90 دقيقه وكت لا هاد الوليد هاد الوليد كنهضر لك عليهم انا راه 8 سنين 9 سنين 10 سنين دراري صغيورين لابسين القميص كيديروا هذا، كيجيو مع لي بارون ديالهم كيف قلتي انت كيقوتي يدوز ديك سميتو السبيكتاكل ديالو والله ديك 90 دقيقه وكيمشي في حاله هادشي اللي كاين. فتحيه لكل من يتابع معنا حلقه اليوم، غناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام وغادي نمشيو نتكلموا على واحد البطل اللي تم الاعلان عليه في هذا الويكاند اللي داز، بطل جديد للمغرب، لا جديد يذكر لا قديم يعاد، الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بطلا للبطولة عاوتاني هذا العام. ولكن ما فيها باس عاوتاني تطرح بعض الأسئلة، لأنه لو بغيتي تهضر على كرة القدم النسوية أصلا نبداو من هنايا، كيف يمكن واستفدنا من الجيش الملكي، الله يخلف على الجيش الملكي، شنو اللي خصو يدار إن شاء الله. فاصل ثم نعود، أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا اف ام، وتحية لكل من يتابع حلقة اليوم المستمعين ديالنا وكذلك المتتبعين عبر اللايف ديال اليوتيوب وكذلك على صفحة الفيسبوك. الجيش الملكي بطلا للمغرب فخر الدين في كرة القدم النسوية، كنظن ما كايناش شي حاجة جديدة في هذا الموضوع. اي ولكن عاوتاني حتى ذاك النقل اللي ما كيكونش ما كيخليكش تعرف ما كيخليكش هذاك النقل التلفازي كيعاون شويه بعض المباريات اللي كيشوفهم يعني الجمهور المغربي، يمكن اللي كيكون باغي يتبع الكره النسويه بدون يعني النقل، بدون مشاهده الفرق اللي كتشارك، بدون بزاف ديال الحوايج. اعتدنا على انه منذ قديم وحنا كنعرفوا دائما فريق الجيش الملكي بطل ديال المغرب، حتى في الحائز على كاس العرش. كاس العرش يعني وهذا ماشي شي حاجه اللي غريبه، ماشي شي حاجه اللي غريبه. انما شكون انت كتكلم على شكون هما كيفاش غيتم الاشتغال على ان تكون المنافسه. كنا قلنا انا وياك شحال هذه هنايا، شكون هو هذا الفريق ولا جوج ولا ثلاثه اللي يقدروا ينافسوا فريق الجيش الملكي، يخليو يديروا ديك القضيه ديال سسبنس حتى لاخر مرحله. صحيح ايوا صعيب. دابا السؤال اللي كيتطرح هو شكون الثاني يعني في الترتيب منى اللي غادي يشارك عاوتاني في لا تشامبيونز ليغ؟ لا الجيش الملكي اللي غيشارك. ما كاينش حيت المره اللي فاتت كان الجيش الملكي حامل اللقب ديال تشامبيونز ليغ. ديال تشامبيونز ليغ دونك مشارك مباشره. دونك ما كايناش هذيك القضيه ديال الاول والثاني. دابا الجيش الملكي هو اللي غيشارك. وي المره 11 دونك كيتوج بهذا اللقب. الفرصه اللي تعطات لسبورتينغ البيضاء. الترتيب الا كان امامك ترتيب احنا واخا نشوفوا الترتيب ونعطيو للمستمعين. واش ماشي هذا هو الورش اللي خص الناس يشتغلوا عليه؟ حنا ما كنهضروش على الجيش الملكي كمؤسسه ولا الله يخلف عليه، راه دار داك الشيء اكثر من القياس. ولكن الا بغيتي تبني كره قدم نسويه ما خصكش تبقى ديما مقتصر على واحد الفريق اللي عاطيك خمسه اللعابه من 11 ديال المنتخب النسوي مثلا ولا سته. ايوا هذاك الشيء عاوتاني خصو استمراريه. وهذا الفريق الجيش الملكي منين كيجيب هاد اللعيبه تقريبا؟ من كل المناطق المغرب. فوالا كيجيبهم من البطوله. حنا راه واضحين في هاد القضيه هذه. ايوا انت كتجيب من البطوله كتاخذ من هنا وكتاخذ من هنا، سكيفي كيبقى هذوك الفرق الاخرى كتكون بحال كتفرغتيها من لا. ولكن دوي علينا وجوع علينا.
ماشي غندافع على الجيش الا هاد البنات هادو ولا والديهم لقاو الظروف المناسبه لممارسه كره القدم غير في الجيش. وحنا قلنا هادشي. واش هذا لا يستدعي ان الناس يفكروا في شويه ديال الجهويه؟ لا دابا قلتي لي انا ماشي ضد فريق الجيش الملكي. فحال اللي كتقول لي انا فريق الجيش الملكي دوك الدريات اللي هو دا من هنايا يمشيو يحترفوا. نقول لهم لا. لا. انا ما عمري ما نكون ضد الاجتهاد. هاد البنيات بغاو يزيدوا في المستوى ديالهم وبغاو يحسنوا من الوضعيه ديالهم، غنقول لهم انا لا خصكم تبقاو في هاد الفرقه كتكرفصوا. لا ابدا، انا مع الاجتهاد، مع تحقيق يعني الانتصارات الالقاب، بالعكس ما كاينش مشكل. كاينش دابا الا بغيت نسرح عيني بغيت نشوف شنو هو اقرب فريق مثلا في لا ستركتور اقرب للجيش اللي يقدر يوفر نفس الظروف ديال الجيش الملكي ولا كتكلم على سبورتينغ مثلا غادي بداك بداك البودجي الصغير ديالهم بهذيك فهمتي كيفاش كيجيريو لي ريكروتمون ديالهم كيفاش كيقلبوا الامكانيات لا وشويه حيت دابا انت قلتي الفريق اللي غادي يكون قريب شويه كمؤسسه ما كاينش بهذا المعايير اللي عند فريق الجيش الملكي بغينا جوج ولكن باقيين بعاد تقول لي الفتح تقول لي شكون نهضت بركان ولكن اكثر زعما اللي قراب شويه ما عرفتش هادشي كان زعما كيفاش حيت الفتح ونهضت بركان هما اللي قادرين يكونوا عندهم دوك الامكانيات ديال توفر ملاعب سبوريتود البنات من الصغار لي كاتيجوري بعدا لي كاتيجوري الصغار هادشي اللي ما الشيء الاخر راح الا هبط الجنوب وانت ادرى فخر الدين باكادير والنواحي وتارودانت ما كنظنش ان كاين نفس الامكانيات الفروق ديال الدار البيضاء تارودانت ورجاء اي تي عزه الدار البيضاء خلاص ما تمشيش بعيد زعما حداك ملي كتكلم على الوداد كتكلم على الرجاء في لا دوزيام ديفيزيون دونك كيبقى الجيش الملكي هو الفريق المثالي دابا في الكره النسويه للاسف. غنسولك واحد السؤال سولتك البارح على البطوله ديال الذكور ونسولك بنفس العباره على البنات، دابا اي افق في ظل هذا الديزيكيليبر؟ واش كتوقع انه غيبقى هذا الديزيكيليبر ديما لي فار؟ هو راه هادشي اللي كيبان ليا. لا اظن على انه نشوفوا زعما لي فار واحد النهار نازل على الا إيه بغات هي وقيلا فوالا بحكم يعني كيف كنقول انايا المستوى بحكم الاشتغال اللي مشتغلين فيه وداك الاستمرار اللي كيديروا انا لا اظن على انه شي فريق اخر يقدر يدي البطوله من غيرهم هما. فهذه امور اخرى. غير يكون شويه ديال ليكيليبر غير يعني الفرق الاخرى تشتغل ويكون عندها نفس ماشي نفس على الاقل واحد شويه ديال الاهتمام شويه ديال ما عرفت القرب من هذوك اللاعبات الاشتغال البحث اكثر هو اللي غادي يخليك على الاقل تشوف واحد البطوله في المستوى العالي. هذا ما نتمنى نذكره فقط غير بالترتيب الجيش الملكي دار البطوله ب 64 نقطه في الصداره وسبورتينغ البيضاء هو اللي محتل المركز الثاني 51 نقطه والمركز الثالث الاصدقاء ديالك فخر الدين نادي البلدي العيون في المركز الثالث 45 نقطه والوداد في المركز الرابع ب 38 نقطه. انا نقدر نقول شابو الوداد اللي داروا هذه المرتبه هذه في ظل المشاكل اللي عاشوها هذا الموسم. البنات المركز الرابع 38 ثم جمعيه التضامن عناتق المركز الخامس 33 المركز السادس الفتح 32 شباب المحمديه في المركز السابع 30 نقطه. شباب المحمديه اللي كيعيش حتى هو على ايقاع المشاكل اللي عاشوها كاع دوك لي سيكسيون ديال شباب المحمديه وبالمناسبة مدرب شباب محمدية هو نسيم الحداوي ابن ديال مصطفى الحداوي اللي اختار هذا الطريق. الصف الثامن هلال تمارا 29 نقطة، الصف التاسع أكاديمية فينيكس المراكشي الفريق الصاعد الجديد دار مركز التاسع، رجاء عين حرو دار مركز العاشر ب 20 نقطة، اتحاد طنجة في المركز 11 هو رجاء إيتي عزة 18 نقطة، يوافي أسفل الترتيب 13 و14 كاين جوهرة نجم العرائش 14 نقطة واتحاد السزاق في المركز التاسع. ان شاء الله نتعرفوا على الفرق اللي غادي تصعد من القسم الثاني للقسم الاول ونتمنوا التوفيق لكل الفرق النسويه. والا كنا كنهضروا على ورش كره القدم النسويه راه ماشي غير منتخبات نسويه والفئات والمنتخب الاول وكاس العالم، لا نهبطوا لهنايا نشوفوا شنو اللي واقع. غادي نلقاو الجيش الملكي كمؤسسه قائمه الذات سنوات هذه في انتاج اللاعبات، صحيح كاين استقطاب كاين انتاج اللاعبات والمنتخب الوطني استفد من الجيش الملكي، انما السؤال من بعد
فرحنا ملي شفنا سبورتينغ البيضاء حتى هو دار ديك الخطوه ومشى شارك في تشامبيونز ليغ، ولكن الى اي حد غتسعفوا الامكانيات ديالو انه يكمل في هذه الطريقه. هو دابا دار دوزيام في البطوله. ايوا ايوا على ذكر منير الكره النسويه، فالدوليتان المغربيتان ايمان سعود والودي النقاش كيتوجوا للمره الثانيه بكاس سويسرا مع الفريق ديالهم سيرفيت. الفينال اللي كان امام يونغ بويز واللي انتهت تحسمات القضيه حتى للدقائق الاخيره 3-2، كانوا متعادلين في الاول حتى الدقيقه الاخيره اللي سجلت يعني اللاعبه ديال سيرفيت ونات التتويج ديال اللاعبات. ايمان سعود اللي لعبت 78 دقيقه ابخي خرجات، وإيلوجي النقاش اللي كملت الماتش ديالها، دونك هنيئا ليهم. وهادشي الا غادي يكون تحفيز لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في انتظار الاستحقاقات المقبله اللي هي كاس افريقيا اللي باقي ما عرفناش ليها، باقي ما عرفناش لها حتى شي تاريخ. تحياتي لكل الاصدقاء. سي عز الدين بوزيان قال لك السلام عليكم الاحبه الطيبه، نتمنى تكونوا بخير. على غير التتويج الافريقي لمنتخب الصالات يجب الالتفات وعدم نسيان المنتخب المغربي النسوي للصالات، ما كاين والو عليه مقارنه بالمنتخب النسوي لكره القدم. ماشي ما كاين والو عليه، راه يلاه بداو والبنات تجربه فوالا كانت واحد التجربه هذه عامين تقريبا واحد السنتين مع حسن غويله، والتجربه كانت صعيبه لانه كان البنات غيجيو من الفوطا 11 من الفوطا 11 فوالا يلاه يتعلموا الفوتسال. دابا جات المدربه الاسبانيه باقي عندها نفس المشكل، درجة راه اخر تربص اخر ماتش لعبوا مع الارجنتين راه لعبات مريم الحجري اللي ديال سبورتينغ وديال المنتخب الاول. وكاين بزاف ديال اللاعبات اللي كيلعبوا، لعبوا دو ماتش اميكو مع الارجنتين، الارجنتين اللي فيناليست ديال كوبا امريكا، البنات ديالهم في مستوى عالي، خسروا الماتش الاول ب 6-1 والماتش الثاني كنظن 5-4. وانا في حواري شخصيا مع المدربه الاسبانيه قالت لك بعد ما بين الماتش الاول والثاني على الاقل البنات راه تعلموا شي حاجه استفدوا شي حاجه، وحنا باقي في البدايه ديال البدايات، ف باقي الحال مازال. والاشكال اللي عندنا في المغرب هو ان ما كاينش بنات سبيسياليتي فوتسال خاصك فخر الدين نجيبو من الفوطا 11 بحال اللي كان عندنا في الاول مع الدراري يا منير الا تذكرتي، الاغلبيه كانوا كيجيو من الفوطا 11 غير هو البنات ما كيلعبوش الكره في الزنقه. هذا هو الاشكال. مغربي يعاني في الغربه، خويا لهلاي يخليك تبقى تعاني في الغربه، بدلت السميه الله يرحمك ارجع للمغرب هازو الفلاون ارتمنا اتقيم بخير ولا على خير كيصرب حربه ودي السي المغربي. تحيه من بورغون، تحيه للسي حسن بارك الله فيك. حميد اليعقوبي قال لي حلقه جميله مع مزرعي ودريس الرايس، الله يحفظك السي حميد. وفينا خويا منير عثمان بصراوها، حنا خويا انت كتشوف عائشه الزوين مولات داك العسل الماركه. سي منير شي اخبار على سفيان بوفال من الاصابه ديالو في كاس افريقيا؟ ما بقينا سمعنا عليه والو بحالي بحالك ما عرفتش. سلامات الحاج منير وايمان سي عبد الله تحيه. حياكم الله جميعا من فينيزيا، هذا عادل نصيري ما شاء الله، ياسين بيض نصيري اللي سجلها الثاني الاخرى. ما عرفتش انا ولاو كيجوني هاد لي بيرفورمانس ديال الدراري في اوروبا، ما بقيتيش بغيتيهم حتى دابا خدام كيلعب مع فرقته كيدير خصو يكون اسامه دايوغ العزوز سجل، كان كانت عنده بليسير وقيلا نتمنى ما تكونش. خصك تعرف واحد القضيه، ما بقاش تهضر على القضيه او نيفو ديال الفرق في اوروبا، الا ما كنتيش بيرفورمون ما كتلعبش، ما بقاش تضيع وقتك، الا ما كنتيش بيرفورمون كتجلس، ما عندهمش القضيه ديال تكون ديما في لافريشور، تكون ديما مزيان تكون غير شويه ديال الحسره في خر الدين كتشوف ديك البيرفورمونس كتمناها تكون في واحد القضيه اخرى. راه كانت قبل ما تمشي لكوب دافريك من خلال المباريات اللي كنا كنشاهدوا، راه تبارك الله راه كلشي كان في الطوب ديالو. تيران با محمد موقع واعر اصلاحي تلعبوا فيه الديربيات بالليل اللي خرج ما يبقاش يدور تماك. فين؟ لا لا ديربي ديال اش بعدا؟ ما عرفتش. لا ما فيش هو بعدا تاليكرادا عنده عير داكشي قليل قليل، واش كيهضر ديربي يلعبوا فيه زعما؟ لا 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 ما يمكنش. مازال هو نيفو دي جون، انا كنقولها لك غير هو خصو الصيانه. خصو التلوفه. لا خصو الصيانه والله خصو الصيانه. السلام عليكم اخي منير تحياتي لكم، هاد 10 دقائق اللي تعطلتوا زيدوها لنا في التالي حتى لثلاثة وقسمين ان شاء الله. اخويا راه تعطل فيه وفيه عاوتاني. اخي فخر الدين وايمان كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله شكرا لك. السلام عليكم اعز الناس تحياتي لكم من بالتيمور الامريكي، هذا السي رشيد ايت بن سالم تحية لك. نصيري حتى هو راه كان البارح وي السي ياسين. ماتش الهلال والعين اليوم اليوم ماتش روتور الروتور كنظن بونو غادي يكون فيه كاين تختار انا ما بغاش
اختاروا المدرب الله يعطينا بركته. اختاروا المدرب بارمي لي سانك. لا حيت هو عارف راسو دابا. لا حيت عارف راسو غادي يلعب ماتش هذا خصو. انا قلت هذاك النهار علاش ما ندخلوش من الاول؟ ان بون غارديان دو بيت خصو اختيار دابا ديال المدرب. اختيار ديال الاجانب. اجانب دابا ديال شي قضيه. ولكن دابا تو كوا كما قال فخر الدين. ولكن راه بغيتي يكون عندك شوف الجول اللي مزيان اللي غادي يعتقك وما يضربش عليك هاتريك وداك الشيء ولا دخل لي انا اجنبي اللي. لا غادي يكون سميتو غادي. هو اختار اجنبي يدخلوا في لو شون. كيقول حارس المرمى بالنسبه ليه واحد غيعاونو لداخل يماركي ليه ولا يدير ليه بالنسبه ليه وان غارديان دو بيت كيبقى هذا اختيارات ديال المدرب. رشيد سماري الله يودي غاب شويه قال لك والي ديغاج النيه سالات وشي اخر بلونغلي من عمو تاع باش ديك كاس افريقيا ديال الفوتسال البلجيه. لا غاب شويه سي رشيد شوف ستريك الايام وما كنت جاهلا غير بشويه. السلام عليكم ورحمه الله. هذا السي عزيز باست سي منير سي فخر الدين تحليل في المستوى بارك الله فيك. تكلمنا شويه على البطوله المغربيه في القسم الثاني الا كان ممكن. سلام سلام الايمان شكرا. حنا غنتكلموا على بطوله القسم الثاني. سي منير علاش ما كتقولش الماركه ديال العسل اللي كنوصف بها التحليل ديال فخر الدين؟ ما بغيناش نديروا الاشهار. عندك الماركه باقا كتباع دابا كاينه برودوي حتى لا درتيها لها غادي لا كنكون شوف ندير ولا ما نديرش المهم توما هادي باقا كتباع كاينه. البطوله العسكريه هي المهرج المهرطيقي رغما عن انف سي ايور ايور شتي لا حول ولا قوه الا بالله. هادو راه سمحوا لي المستمعين كنقراو التعليقات غير باش نعرفوا مع من حنا. راه مره كاين شي واحد كتبغي دير به الديمقراطيه بحال هكا او هذاك الشيء اللي كتقول على الفريق الشمالكي وشنو والو المهم وخبارك انت واحد القضيه مازال انا كنت كنتسنى شي واحد من الجمهور ديال الرجاي ملي درتي داك البورسونتاج وعطيتيهم هو 75% 75 ل 25 25 للرجاء ومالغري داك الشيء دابا فكرتيهم دابا عاوتاني. لا ما فكرتهمش. لا راه اعتمادا على الكالوندري هذاك الشيء اللي كتشوف دابا مولير مشى على حساب الكالوندري مشى على حساب هذا وكيعطيك حساب تا لي ماتش اللي كاينين الكالوندري هو الماتش الكالوندري مالو في العيال شوف ولا زعما على لوغيتم ديال الكالوندري هو الماتش تاع ايمان واش الكالوندري هو العيد وفيها الكالوندري تنسي عندك كالوندري فيه اربعه الماتشات كالوندري هما الماتشات والفريق الاخر عنده كالوندري فيه اربعه صافي هادشي اللي كتقارن هاد اربعه مع اربعه عطا الماتشات اللي كاينين زائد الجيش عندها جوكر دير 4 بوان والكولا فيراجي عطا تعادل تعادل فهمتي دونك عندهم 75 75 25 نقدر نسمع على غديه شي محب ديال الفريق الرجاي يقول لي واه منير ضيعتينا ولا شي قضيه دابا هذا هو خليه لا وخلينا نصلحوا ليه الا كان كيتصنت لينا الجماهير ديال الرجاء راه متفهمه هذه القضيه عارفه دابا حتى هذا هذه الكلمه اللي قال شويه الى ديباسي لي ليميت من ناحيه الا كنتي كتصنت واش قارنتي الا درتي شي مقارنه في شي بلاصه اخرى لا ما نخليوش شي حاجه بحال دابا اللي دابا واحد غير الاسلوب اللي ماشي هو هذاك تقدر توصل الفكره ديالك سنتي ليا سنتي ليا لا لا ايمان دابا المستمع اللي ما كيعرفش يقول واقيلا البارح ولا البارح داز شي حصه وفيها الجيش راه ما غاديش تحيدي ليه هذا الشيء اللي غادي به دابا ولي ماتش ديالو فهمتي ما ولكن مع كامل الاسف كما قال منير يمكن كما قال لك هو كيدير الديمقراطيه عنده الحق باش نيت يعرف الانسان مع من انت مع من حيت دابا بغيت ندخل في شي حاجه ثاني خارج اللهم خلينا عليك. السلام عليكم السي الحاج واش ماشي هبوط الفرق المرجعيه اللي عندها قاعده جماهيريه ما ساهمتش بهبوط مستوى البطوله الوطنيه ولكن عاوتاني هذوك اللي هبطوا كيتحملوا مسؤوليه غير المشكله اللي كاينه هذو كاع اللي هبطوا في واحد العهد من الامام ما رجعوش كاين اللي ما رجعش الى يومنا هذا بحال دابا سطات سيدي قاسم شكون خور الفريق الاخر اللي ما رجعش كاع ليها نادي القنيطره نادي القنيطره يخبر عليا تا هو بشحال هادي كاين شي فراقين اللي هما بجمهورهم هذا ولكن ما رجعوش. انا نعطي واحد السبب اخر كاين شي انديه جماهيريه باقا في القسم الاول ونزل المستوى ديالها تسييريا وكل شيء فوالا الجماهير راه باقا كتحضر باقا كتعمر ولكن من بعد واش المغرب الفاسي فاش كانوا باقي كيستقبلوا في الملعب ديال فاس ولا في الحسن الثاني الجماهير اللي كتحضر ما واش ماشي حضور جماهيري مولودية وجدة مولودية وجدة الوداد والرجاء بلا ما نهضر عليهم هادو حتى المستوى حتى هو نزل ماشي هبوط الفرق مستوى نزل في كل شيء.
السلام عليكم، بالنسبه لكم شنو الحل بالنسبه للدراري اللي ما كيلعبوش بزاف وكيدوز عندهم العام خاوي في القسم الثاني والاقسام السفلى من غير زياده عدد الانديه الممارسه او خلق مسابقات موازيه؟ راه اللي ما كيلعبش واخا تزيد ليه عدد الانديه غيبقى نفس الاختيار المدرب، نفس الاختيارات بحال 30 دوره بحال 34 بحال 38. واش من نظرك مثلا انا ما معتمدش على فخر الدين انا هذا العام، زعما زدتي لي عدد الماتشات غنقدر نعتمد عليه؟ راه هي او لا واقيلا ياك اختيارات كتبقى دائما ديال المدرب غير هو الزياده ديال عدد الانديه. انا كنحبذ على انه اللاعبين اللي ما هذا ما كيلقاش المكانه ديالو ولا هذا ما يبقاش جالس يقلب على راسه يقلب على راسه كينجح نوض وقلب على راسك. ثم في المغرب الزياده ديال عدد الانديه هي زياده عدد المشاكل. باش نكونوا واضحين غندخلوا الان مستمعينا الكرام سي فخر الدين ايمان للمنتخب الوطني المغربي غنسميه هنا المحلي. بلغ ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وكنا سباقين علينا على انه راه كاين شي لاعبين اللي توجهت لهم دعوه غيدخلوا لواحد المعسكر خلال الاسبوع المقبل، مي تريتنا وتحت اشراف طارق السكيتيوي والطاقم اللي معاه، مي تريتنا باش نسميوا هذا المنتخب. حنا قلنا هذا منتخب بالنظر للعناصر اللي كانت عندنا السميات ديالها منتخب محلي يتم التحضير ليه للاستحقاقات المقبله على راسها تصفيات ديال الشان اللي غدار في كينيا وطنزانيا. ونعطيو دابا اللائحه اللي كاينه كلها. كاين حمزه يتعلل من نهضه الزمامره، رضا اسمم حارس مرمى ديال اتحاد تورقه واللي كان مع هذا المنتخب الاولمبي هذا، اللي يحيى بن خالق لاعب الفتح الرباطي، زكريا دريوش شباب المحمديه واللي كان واحد من هذا الجيل الاولمبي كان مع زكريا عبوب، بلال الودغيري لاعب سابق الماس دابا الفتح، رشيد غانمي حارس المرمى اللي كان في المنتخب الاولمبي والحارس الثاني ديال الفتح، عبد الله حمود الوداد، حمزه ايجامان، زكريا لبيب الرجاء، منتصر الحتيمي حتى هو ولد هذا الجيل، هيثم منعوت راه لعب هذاك النهار تيتولير مع طارق السكيتيوي في الماتش اميكال مع اوكرانيا، المهدي موهوب والمهدي مبارك من الرجاء حتى هما ولاد هذا الجيل. من شباب المحمديه واحد اللاعب اللي كيعجبك داك انس ملهمي هو، اكرم النقاش اتحاد تورقه، امين صوان مولود ديال وجديه، عادل تحيف اللي كان كابيتان المنتخب الاولمبي ديال هذا الجيل، سهيل زمرات ديال اتحاد تورقه، اسامه الزمراوي اللي كان في شباب المحمديه جا الوداد حتى هو كان مع هذا الجيل، احمد خليل جمال الدين المغربي الفاسي، هاد الدري ما نقول صراحه ما عرفتوش ما تفرجتش فيه، وكان طريق السكيتوي غيكون كيعرفو مزيان، اسامه الراضي المولود ديال وجديه، ياسين مميح ديال المغرب التطواني، اسماعيل قراد المولودية الوجدية حتى هو ولد هذا الجيل كان في المغرب التطواني ودابا راه في المولودية الوجدية، توفيق بن طيب فوفانا ديال اتحاد تورقة، وأيوب البلوشي ديال شباب المحمدية. 25 لاعب يمكن معدل ديال الأعمار ديال هاد الوليدات غيكون 2001 للفوق عرفتها، حيت من خلال يعني الأسماء اللي ذكرتي لي وحتى الحضور ديالهم في الملاعب لاعبين اللي في 2001 فوالا، فلا كاين فيهم اللي كاين اللي لاعب وكاين الله بدا كاين الله بدا كيلعب وهذه انا في حقيقة ما عرفتش غنكون زربت ولا لا، عجبني الاختيار ديال هاد الاسماء. ما طارق سكيتيوي خرج على ذاك العهد القديم ديال انك كتمشي دائما تقصد واحد الفئه من اللاعبين وكتقدر كان يقدر يفاجئك طارق سكيتيوي بمولات على واحد العدد كبير ديال اسماء اللاعبين اللي كيلعبوا دابا في المحلي ويدوزوا. اي غيجي العملوت الزرهوني ما عندي ما تسال زنيتي صافي وقاضي الغرض فوالا، غتسمع هذا العدد كبير من الاسماء اللي لاعبين دابا كيلعبوا دابا تقدر تلقى زوح تلقى واحد جبران تلقى وبركه راه حتى هو داخل مع هذا اللي ذكرت مبارك ايمن ايمن بحال جبران ايمن ايمن لا فخر الدين بحال السيس فخر الدين فخر الدين فخر الدين داو الدين الله يعطيك الصحه الله يرضيك يا بنتي واش تشيري عندنا مره تشيري علينا لا هذه الفرقه د عموت هي اللي كنا وعموت انا مشيت مع القصه ديال منير قال زيدي منير لا منير غير قال لا حيت عرفناش بغيت نقول منير انايا صراحه
راه حتى ديك القضيه راه واحد الانسان اللي تعزل في لا كوب دي موند راه هذيك راه ديجا ملي كتقولي لي بحال هكا راه ديجا بحال كتقولي ما عرفتي غنسميها انا عاوتاني غادي ندور بحال صافي ملي كتشوف دوزت واحد الوقيته صافي تيبقى راه كل واحد دابا انا بالنسبه ليا باش نرجع لهاد التشكيله ولا هاد يعني اللائحه اللي دار عندهم 3 ايام طريق كونسونطراسيون راك عليهم حتى 3 ايام يجمعهم عاوتاني وهذا غير هو انا باش كنهضر على الدراري اللي كاينين دابا 2001 ما على حساب داكشي اللي كنت كنشوف راه لاعبين قادرين مع العمل شويه مع الطريق قادر يقولوا الكلمه ديالهم وانا كنبغي الدراري يكونوا متحمسين ليكيب ناسيونال كاين بعدا في هاد لا ليست ديال 25 بعدا باش الى حيدتي حيمود اللي سبق لي على انه ويجمع راسو شويه وي فوالا يخدم خصو يخدم لانه صراحه حيت هذاك اللي حيمود اللي كان بدا تحرم من ما نقولش تحرم حتى هو ما كي قلتي انت خصو يخدم خصو يخدم باش يبيل ذاك المدرب راه حيمود اللي كان لعب مع وليد الركراكي الماتش ديال بيترو اتليتيكو في لواندا مع الوحده النهار ماشي هو حيمود اللي كتشوف دابا راه تري غون ماتش هذاك الماتش هاد اللائحه فخر الدين يمكن غتفهم في شقين اشناهي كاين هاد الشق الاول ديال الاولمبي وفيها راه كلها اولمبي ايوا تقدر كلهم تقدر بريباراسيون علاش لا واش بريباراسيون ولا الله اعلم اودي شي الا بغيتي تقول شي حاجه اخرى الالعاب الاولمبيه خليها في واحد المكانه ديالها خاصه هي راه خلينها باش نقول لك انا اللائحه ديالها راه لا ماشي اللائحه ديالها ملي كتهضر على الصعيد الاولمبي كتدخل في واحد الشق ديال المباريات والمواجهات اللي كتكون النيفو ديالها عالي وعالي وعالي فيها خدمه وفيها انا لا اظن على طارق سكيتيوي ما عرفش هذه القضيه ولا الجامعه الملكيه المغربيه غادي يكون عندهم اهتمام ويكون هذا بور لانستون ها هي واحد المنتخب دابا اللي جمع طارق ونشوفوا كيف انتظرتي في ديك الوقيته اللي كنا كنقولوا انتظر عاوتاني دابا انتظر اللي عرفنا الان هو هذه اللائحه هذه ديال 25 وباش نكونوا عاوتاني منصفين غنشوف العبارات اللي جات في البلاغ ديال الجامعه كاتبين دخل المنتخب الوطني الاولمبي ايوا مزيان ما قالش المحلي لا زيد تجمعا اعداديا مغلقا بمركب محمد السادس يمتد لثلاثه ايام ويدخل هذا التجمع في اطار استعدادات المنتخب الوطني لدوره الالعاب الاولمبيه حيت البرمجه والبطوله ايوا 3 ايام ما قداش على اساس الدراري مساكن كيلعبوا في الفراقي ديالهم كاينين اللي كيلعبوا كاين اورا بزاف هنايا كاينين دي تيتولار لا هنا كاين تيتولار بعدا توارقه عندها بعدا هذوك دي تيتولار حيمود يمكن ايغامان تيتولار ايغامان وخا تيجلس مره موهوب مبارك مبارك مع الرجاء ديال المولوديه حتى هما الدراري ديال المولوديه احمديه حتى هو تيتولار كاين ايمان كاين واحد البورسونتاج كبير انا غير هو مزيانه هذه المبادره غير يحافظوا على التوجه والله يحافظوا على التوجه مزيان المنتخب الاولمبي كاين المحترفين كاين لائحه فيها 18 ديجا واحد 6 غيهبطوا عندك من ليكيب من ليكيب بريمير من 6 راه شي 8 ولا 9 بصح وعاد هادو اللي كاينين دابا غادي يحيدوا البلايص هادو حافظوا على التوجه لانه هذا الشيء ما غيفيد الا البطوله الوطنيه البطوله بصح الا بغيتي تشعل التلفزيون وتبدا تفرج ماتشات وتسمع هاد الاسماء غادي كتبرز تعطيك واحد لو نيفو عالي ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لمواصله الحديث هذه المره غنمشيو نديروا واحد الرجعه اطلاله على حفل الاستقبال اللي تستقبل فيه المنتخب الوطني ديال الفوتسال بطل افريقيا يوم امس. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام يا لسان كيقول لك راه ما فيه ضمموني والله ما فيه عظم راه ما فيه عظم وارض مع البال في عظم. تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين اللي كيتبعوا معنا حلقه اليوم. البارحه فخر الدين كان استقبال من طرف فوزي القجع ورئيس العصبه الوطنيه لكره القدم المتنوعه طه المنصوري الاعضاء والطاقم التقني ديال الفريق الوطني للفوتسال من بعد الفوز ديالهم باللقب الثالث على التوالي افريقيا. كانت هذيك الكلمات ديال الشكر من عند سفيان المسرار عميد الفريق من عند هشام التكيك ثم كانت الكلمة ديال فوزي القجع إحقاقا للحق شكر الناس هنأهم بعد على أن ماشي سهل شي فريق رياضي كتجي ديك الرسالة الملكية ديال التهنئة لأن هي اللي كتبقى تحسب في لاكارير ديالك شحال مرة جاتني رسالة ديال التهنئة شي حاجة اللي جميلة ثم داز هذا كيهضر لهم على كأس العالم
واش ضغط على المنتخب الحالي انك تقول فخر الدين دابا حنايا عيوننا على هذيك المونديال ديال اوزباكستان اللي خصنا نخرجوا منه فائزين باللقب كاع ايوا صعيبه صعيبه اذا كان تشجيع ولكن نقدر هذا رايي ديالي انايا الى غنشجع في نطاق يعني المعقول نشوف انا كمنتخب مغربي في البدايه ديال هذه ثلاث سنوات حققت ثلاثه ديال الالقاب الافريقيه المستوى الافريقي ليس بالمستوى ولا ديال شمال افريقيا ماشي هو ديال العالم ماشي هو ديال المنتخبات العالميه ويمكن انا فوزي قجع كيعرف هذه القضيه هذه الضغط غيكون كبير على اللاعبين وعلى المدربين لا اظن على ان هشام دقيق اللي غادي يبغي يهضر مع اللعابه يقول لهم خصنا نديو اللقب وما كنظنش انا شي مدرب كيقول للفرق ديالو غادي نمشي انا باش نفوزوا باللقب كتمشي باش كتشارك وكتحقق النتائج البدايه كتكون شنو هي دور المجموعات لا هو البدايه ديالك شنو هي في الاول ملي كتمشي كتمشي على اساس دير دي بون ماتش وتبقى غادي تدريجيا وما حدك انت كتمشي في لي زيطاب عاد وانت كتفيزي انت كتدخل في هذه القضيه ديال اللقب لقيت اللي كنولي كارت فينال دمي فينال وانت غادي تتسلق هذوك المباريات والمجموعات تما كنقدر نقول هذا رايي ايوه لان باش تجمع الدراري دانسوركو وحنا كنفيزيو اللقب هذا عاوتاني شويه صعيبه على الدراري تقول لي الطموح مشروع حق مشروع ولكن في نطاق نقدر نقول لك انايا نمشي دابا تصيفطني انا للالعاب الاولمبيه وتقول لي بغيت ميداليه اولمبيه انا عوام كنعوم انا مشيت على قضيه السباحه وعندك مستوى كاع عندي مستوى وعندي دي ريكور عندي هنا افريقيا وعندي في شمال افريقيا غنمشي غنواجه واحد الفئه من الابطال اللي ما كتخرجش من الماء كتدخل لي مع 6 الصباح كتخرج منه 8 الليل تقدر تقول لي نجيب ميداليه ذهبيه غنمشي انا نجحت في الباسكت بطل وترشحت وانا غنمشي للالعاب الاولمبيه بطل شمال افريقيا وجنوب الصحراء واللي وإن بغيت كان هذا الشيء ما كناش كنتاهلوا غير بلاتي انا ما عندي انا بغيت ناهلك غادي نمشي واش انا كمدرب نفرض على المنتخب ديالي نقول لها انك راك غادي ميداليه ذهبيه المشاركه ديال امريكا وفرنسا وعدد كبير من الدول حاجه اخرى انا غير عطيتك امثله يمكن فوزي القجع تيديرها باش كيزيدي فهمتيني باش كيزيدي يحمس وقيلة مزيانه غير هو راه هو غيكون ضغط على الدراري غادي يكون ضغط حيت انت العالميه لا تشبه بتاتا العالميه الافريقيه لا تشبه بتاتا راه اربع سنين حتى اربع سنين بانه فوز القجع تبع الفوتسال وكيعرف المنتخبات اللي غادي تشارك واللي غادي وانا كنا فوز القجع شاف الماتش ديال انغولا مزيان وكيفاش داز رغم الانتصار اللي دار المغرب اللي قلت لك انا البارح غادي يعرف بان راه الفوتسال هذا راه المنتخبات ديالو كتبدل وكتطور وكتغير وكتعرف لو ستيل جو وكيقراو ليك تيبداو هذا غادي سميتو هذا رايي ديالي انا البارح بدا في اسيا راه اقصاء الجابون والكويت قلتيها ليا الكويت حتى هي ثلاثه المشاركات ديال كاس العالم مشاركه اولى صفر نقطه في تايلاند تكلمنا على المشاركه الثانيه في كولومبيا صفر نقطه صفر نقطه المشاركه الثالثه كارت فينال كارت فينال دابا عندك رابعه دونك الرابعه بديتي كتاخذ دابا كتجتهد يعني الطموح كتقدم يعني الطموح المعقول المعقول اللي بغيتي ماشي انهزاميين غير كنقولوا شي حاجه اللي كتخليها لداخل باش ما ديرش ضغط الطموح هو انك دير بحال المرتبه اللي درتي المره اللي فاتت او تفوتها شوف لا الى انت اللي كتعرف لا كويزين ديالك لداخل اش فيها وكتعرف المقومات اللي كتوفر عليها راه غادي تديها معك وغادي تتشارك يمكن فوز القجع غير الطموح هو اللي خلاه على انه من خلال يعني المباريات اللي كيشوف المنتخب وهذاك الشيء تيطلب شي حاجه اللي هي يمكن الى حط لهم السقف ديال الفوز باللقب
العالمي يطيحوا في دومي فينا يقدر يخليهم على انهم يوصلوا الى بعد حد تادر تقدر تكون فكره ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ان هذا الطموح هذا ما يكونش مقرون بضغط كون طموح وكاس العالم راه لا تشبه كل دوره ما كتشبهش الدوره الاخرى اللهم دوك القوى التقليديه هي اللي كتلقاها برازيل ارجنتين اسبانيا بورتغال ثم شي حاجه اللي كتخرج لك من الجنب ما كتعرفهاش يجب علينا ما فهمتش السي عمر والله ما فهمت نحن شعب متعلم ذو حكمه ونحظى باحترام كبير الله يحفظك السي عمر ها هذا الشيء اللي كاين هذا هو الاصل حان الوقت لاجراء مباريات المغرب هذا في جميع في بلد اخر علاش السي خالد علاش اخويا واللي عنده المشكل راه هو اللي عنده المشكل انت ما عندك حتى مشكل هنا بخير وعلى خير راه اللي غادي تشارك هي الارجنتين اللي خذات 7-0 البرازيل حتى هي السياسيين لي ماتش اميكو لا علاقه لهم بالمنافسه لي ماتش اميكو استفدتي انت واستفدوا هما والفوتسال هو بحال قلتي واحد المعركه راه كنظن اخويا راه انتم اقرب داك الشيء راه شتي هذا الفوتسال موني راه كيتبدل من 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 الصباح للعشيه وخاصه ذاك الفريق اللي كتلعب معاه اليوم وبعد غدا كتبقى تعاود معاه كتعاود معاه راه هادو هما لي ماتش اميكو علاش كاس العالم عندك دور المجموعات ثلاثه المنتخبات طاق 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 نقاط من بعد كتولي في المواجهه المباشره المباشره والاشكال هو ما بين 4 سنين و4 سنين المنتخبات كتهيئ وكتطور وكاين اللي كينزل المستوى ديالو هذا هو القصد صديقي العزيز تحياتي لكم خويا منير الحاج الفريخ اختي ايمان راكم عزاز ربيع ربيع ابتسام شكرا الله يبارك فيك حسن البقاله كيحفظ ربي ويسند مازير كيصرح ربي السي حسن السي منير واش بصح هذاك الكلام اللي قال هشام الدكيك على معاناته قبل ما جاء فوز القجع وشنو بان لك عز الدين بوزيان وراه شوف كاين اكثر من ذلك كاع كلشي شوف كاين بزاف عادي عادي يا منير عادي نعطي غير واحد النويطه البان عاود لينا الصبر فين كيوصل عادي في المنتخبات فاش كتكون باسيوني وكتكون باغي ديك الحاجه قدام اش غادي يدير غادي 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 يخلي ديك الوقيته ديال الميني فوت ولا ديال الفوتسال الوقيته ديال عاوتاني غادي يرجعوني نهضر نفس الهضره اللي كنقول دائما الكره النسويه عدد كبير من لي ديسيبلين اللي كانوا في نعطي واحد واحد كانوا في الغائب واحد النويطه فخرتين كانوا عاودها لنا يوسف المزراعي الكابيتان ديال ليكيب ناسيونال في دورات سابقه في دوره العيون ودار 3 كوب دي موند دابا راه مدرب ديال منتخب قل من 19 البارح كان معنا قال لك راه في واحد الوقت حتى هو عاشر ديك المرحله اللي ما كانش فيها الامكانيات وما كانش الاهتمام قال لك حنا جالسين لعبنا كوب دي موند ديال تايلاند في 2012 ما تجمعنا حتى 2015 عاد الجامعه دارت لنا معسكر يعني 3 سنين وفي هذا الوقت قال لك مره هشام تكي كيعيط لنا قال لك هو الدراري اللي في قنيطره اللي في سطات كيجيبنا من عنده كيقول لنا غير ركب انا غادي نخلص لك من ماله الخاص وكيكري القاعه هو باش غير يجمع الدراري باش يبقاو محافظين عليها هذا غير الا ما كنتيش اخويا باسيوني راه ما تقدرش دير هذا الشيء وعاد شي تفاصيل اخرى الا اذنوا لي مواليها نقولها مش من مي من بعد وغدا الامور غدا كوب دافريك 2016 جنوب افريقيا الناس غاديين بشويه بشويه ملي داو كوب دافريك تما جا فوز القجع راهن على هاد لانه هو اول لقب في عهد فوز القجع ديك لاكوب دافريك 2016 هذيك هي لابيرود اللي كتبتوا في الاداره التقنيه اييه تما جا الرهان ديال شوف ما فيها باس اجي نشوفوا هذا وغدا صباح النور بالقلب فيلادلفيا الله الله صباح لدي ملاحظه اوجهها للمتدخلين اعتقد أنه من باب قواعد اللياقة احترام الطاقم المقدم للبرنامج وتحديدا الرائع فخر الدين شاهد اليونسي الله يبارك فيك خويا صحابنا غير وجه ملاحظة لنا سعاوك توجه الملاحظة مسكين ما كاين مشكل شوف مرحبا باختلاف الآراء غير في الاحترام غير تكون في نطاق الاحترام إذا إلا كان هذا ماشي منتخب أقل من 23 سنة راه كاين العديد من اللاعبين في البطولة عندهم ما يقولوا بحال بوغرين المودان شماخ بولكسو جرباوي وزيد وزيد يونس سان أنا متفق معك لا كانت إلا كنتي غادي لكوب دافريك ديال المحليين شكون اللي قال لك أنت في إلا كنتي غاتشارك في النهائيات من بعد لي زوز أولمبيك يمكن الاختيار عاوتاني يتزاد ولا القاعده تزاد ما عرفتش اش كاين يمكن الاختيار ما يبقاش 23 سنه يولي في 25 يولي في غير ما يوصلش ثاني ل 34 طب اطبيب فاطمة الزهرة سلام سي منير لانتر اي دوفوني شامبيون اي بور لا 20 فوا بيان سور
Il paraît que Aziz Boudrbala a failli signer avec eux au début des années 80. Aziz Boudrbala كان غيمشي للانتر ميلان. هذا الماتش عقل عليه هي ولا لا؟ انا ما نعرف، انا بعدا ما عقلتش. انت والو انت؟ انا غعاودوا لي عليه. اش عاودوا لك عليه؟ وجاو الانتر كانوا بغاو يشوفوا عزيز فين جاو؟ لهنا. واشنو كان؟ التفاصيل ما عقلتش. علاش ما عندكش التفاصيل؟ ما عنديش، ما عقلتش انا. شحال كان عندك من عندك الساعه؟ وقال لك لي ديبي ديال لي زاني 80. فوالا زيد. انا الكره بديت كنعرفها حتى ل 86 انا. انا ما كنتش اصلا ما قبل الميلاد باقي ما باقينا ما هذا الماتش لعبناه في ستاد دونور قدام شي 80,000 مع الليل. الوداد والانتر. الوداد والانتر مع الخلفي الله يرحمه جوكروا الحاج عبد القادر الخميري جوج هما اللي كانوا سير لو بون. دخلات واحد الفرقه في الشوط الاول فيها نيت بودربالا وصحيتها واحد العدد كبير ديال الدراري. الانتر دي ميلان باقي اللعابه كلهم جايين من لاكوب دي موند، اوريالي بيرغومي ديال 82 ديال 82 جايين من لاكوب دي موند، كانوا داروا واحد كوب دي موند واعره في الدوحه يمكن ياك هما اللي كانوا داروا 82 مع باولو روسي الله يعطيك الصحه. كانوا جاو دخلنا احنا في دوزام ميتون ديك الساعه البدايه ديالي انايا مع عبد الخالق وداك الشيء هي باش غادي ندير واحد الدريبل ديال ثلاثه لهاد اللعابه كلهم دي زانترناسيون بيرغومي وريالي الله الله لا ديفونس في الكوتي دروا ودرت سونتراج وماركها عبد الخالق بالراس هذاك التيران كان غيطيح فخر الدين دريبلا ليكيب شامبيون هذه بغيت يمكن عزيز الكانا قال لي سولتك عليها فخر الدين فاش ما كانش عزيز الكانا كيقول لي واحد النهار قال لي عنده هاد 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 الماتش هاد اللقطه كنقلب عليها انا بالريق الناشف ما كرهتهاش. الماتش ما كانش في التلفازه؟ لا جون مارت ما كنظنش هذاك الماتش ماشي يتنقل ولا ما يكونش فيه داز ماتش كبير مع الليل. كنقول لك انا الانتر وما ادراك ما الانتر مع فريق الوداد وحتى الوداد ديك الساعه تبارك الله الخيره ديال اللاعبين اللي كاينين وبودربالا كان حازم رجليه وتبارك الله دار هذا كانوا جاو على اساس فهمتي يديروا واحد وسخر فيهم الله في هذاك القنت مع الليل والجمهور ديال الكرياج تيغوت وداك الشيء شي ثلاثه ديال اللعابه عن ديط هذا لا دي دريب هذا وسونتراج عبد الخالق تبارك الله دخل ضربه براس درنا واحد لواحد قلت لك التيران كان غادي يطيح في ديك الوقيته والله العظيم مركب محمد الخامس. سمعتي على لا فاطمه الزهراء لا شكون؟ اه لا فاطمه الزهراء تبارك الله هاد السيده تحيه لك. الساعه الثانيه ودقيقه مستمعينا الكرام استوديوهات شادا اف ام فاصل ثم نعود مباشره من بعد هذا الفاصل نواصل الحديث وغنمشيو نهضروا على بطولات القسم الثاني اهم المستجدات اللي تلعبات في هذا الويكند. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام سي بيناس ناس من الحسيمه. تحيه لك اخويا وتحيه للناس ديال الحسيمه. تحيه لك منير والفريخ وايمان دعوا معنا سي ار ا شباب الريف الحسيمه نرجعوا للواجهه ان شاء الله. واش في نظركم واش سكيتيوي غيعتمد على اللعابه الاولمبيين اللي كانوا مع الركراكي ولا ما يمكنش؟ لا يمكن، والمشكل دابا هو هادوك بحال قلتي راه تقريبا ضامنين بلايصهم لانهم نازلين من المنتخب الاول. خنوس وزلزولي والعزوزي الصباري لا كانت الجاهزيه ديالو البدنيه ما عرفتش، شادي رياض كذلك، زيد عليهم الياس بن الصغير، زيد عليهم الياس اخو ماش، زيد ثلاثه اللي غادي يكونوا نازلين، واش نايف اكارد حكيم ابراهيم دياز ولا ثلاثي اخر الله اعلم. المهم كاين واحد تقريبا ما بين 6 حتى ل 9 ديال اللعابه اللي غادي يكونوا من المنتخب الاول. برنامج البطوله نفتخر به كما الله يحفظك السي الياس من تورونتو من كندا شكرا لك. تحيه لي. كندا 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 توحشتي توحشتي ما بغيتينا كاع دينا معاك الله اودي مشيتي بوحدك مرحبا بك صيبي على الباسبور ديالك والفيزا ديالك ويلا مرحبا. سي محمد الزايد تحيه طيبه لكم من ليون الفرنسيه. تحيه وبالتوفيق للكودام. اي الله اودي الله اودي. تحية لك سي منير والكابتن الحاج فخر الدين والاخت ايمان كلامكم معقول بطولة بنسبة كبيرة ديال الجيش. راه كنعطيو 75 25 عطيتي انا انا عطيتي الله يرضي عليك 75 25 تخليش معك في هادشي ديال الدين باقي انا ما عطيتش فخر الدين عطى 75 للرجاء و25 لا ما عطيت والو انا شريها لك انا ما عطيتش لا فخر الدين عطى 100 للرجاء و0 للجيش لا منير شوف ما نقدرش حيت انا 4 نقاطي 4 ماتشات لا حتى 4 تقيطات كيخلعوني انا لا ديفيرونس.
ماشي انا نقول لك كان التعثر دابا ديال الجيش مع لا اللي كان اطونسيون مع الماس بحال بقى الماتش تي داز الفوز ديال الرجاء كان غيكون داك شويه ايوا ماشي شي ماتش ديال الرجاء ما زعما ايوا راه هادشي باش كنهضروا حنا الا تبعتي كون راه فوالا ولكن ديما داك لافونتاج كيبقى للجيش الا تبعتي كون الرجاء دابا راه 9 تعادلات كون كون كانوا ثلاثة نقاط جوج فيهم الجمهور ديالهم كان غادي يكون حسن التعادل ايوا على اي بدون هزيمة بعدا تحياتي سي فخر الدين ديما رجا يوسف مرحبا بك ايام ليام توريك ديما رجا قريتها لك كلها باش ما تقلقش تحية لكم من الحسيمة واش في نظركم صافي الجيش 90% دي بطولة لا باقي لا 75 أنا اللي عطيت أنا اللي عطيت تموني خردين باقي أنا باش بدأ لك فهمتي خردين باقي 50-50 أنا حطيت الكالندري وشفت شفت الفيراج اللي باقي هنا والفيراج اللي باقي هنا حتى الدورة 30 لا أي هاي بزاف تسناني ايوا لا تسنيت يعني ما تلعبش بزاف وتسناك حتى تضرب بيلانتي عاد تقول لي واش يتسقل ولا الماركر لا اي هاي شو ما عليك انا غادي نعطيك واحد السيد كره هذا كونت قال لك هل سيدي قاسم وسطات فرق عريقه جاوبها سي قردي سيدي قاسم وسطات والا عرف سطات عطات احسن ديمي سونتر اللي هو سليماني الله يرحمه عطات العلوي وعطات بالفول وعطات حتى الجيل اللي فيه الركبي وراغيب اللي تاهما واحد فيهم راه الهدف ديالو مشينا به لاكوب دي موند كنهضروا حنا غير بداك المقياس ولا المعيار ديال واحد الفريقة ولا فرقة اللي كانت يحسب ليها في البطولة الوطنية واش تقدر تشي تلعب في سطات وتجيب 3 بوان مع دوك اللاعبين اللي كانوا البنيات ديالهم قوية كانوا كيجيو سطات دونور وتيخلقوا انا كنس باقي كنسميه سطات دونور في الوقت اللي باقي ما تغيرش اللي حتى ولا دابا كومبلكس هذا فريق نهضر عليه يبحث على هاد اللاعبين اللي دوز هاد الفريق هذا ثم قال سيدي قاسم يمكن سيدي قاسم الى رجع حتى هو شويه للوراء وشاف شكون هما اللاعبين اللي مروا فيه حتى الحضور ديالهم كمؤطرين فحال ملي كتقول العمري وتقول الطوسي وتقول واحد عدد كبير ديال اسميتو انا كنظن انهم ما حضرش هو سيدي قاسم غادي تلعب والاب ديال الدليمين الله يرحمه هو اللي جالس تما كيتبع المباراه ما شافش نهضر سطاتيه وعارف بانه راه البصري الله يرحمه هو سميتو وكيفاش كانت هاد السلطه كيفاش كانت كتكون وكيفاش كنكون داك الاحترام والكوكب والحاج المديوري الله يتوا راه باقي على قيد الحياه طول لي عمره اشنا مع ناس كتجي الفرق كلهم كانوا عندهم رؤساء حتى ولو ما يكونش في الدوله كتكون عنده كاريزما ملي كتمشي للماس ما يمكنش ليك ما تتكلمش على الحاج بن زاكور الله يرحمه ولا غير عطيو حق لسعيد بالخياط كذلك الله يطول لي عمرو نمشيو لوجده تاريخ ديال هذاك الرئيس اللي كان مصطفى بن الهاشمي والعدد كبير مع كامل الاسف غير ملي كتفيق هذا هو المشكل كتفيق منير كتشعل التلفازه البطاطا لا وكتلقى واحد الفراقي حليتي فيهم عينيك راه هذا انا بعدا واحد القضيه انا ما بقيت كنلوم حتى واحد منين حيت ما بقيتش كنعرف شكون هما اللي كنخاطب واش ديال اليوم ولا البارح ولا البارح كنعرف انا شكون لا ما كتعرفش شكون اللي كتخاطب حيت هذا ملي كيقول لك واش هادو فرق عريقه ما تلوموش الا كان هذا الوليد عنده لاج ديال ولدي ما غاديش نلومو ولا قل هذا فهمتي ما عندك ما دير خصك هكا تعطيه باب في نطاق غير كنعطيه هذا الشيء يمكن هو لبحث وسول الوالد ديالو ولا سول شي واحد عنده شويه واحد لاج ديال 60 عام وقال لي شكون هما الفراقي غادي يقولوا عليه ماشي اللي كاين عبد الرزاق يونيس سي منير لا اعلم لماذا تتمنون تعثر الجيش وكانه فريق من كوكب اخر سبحان الله مع تحياتي علاش كنت هضر معاه هضر معاه انت ايمان يلا دابا انت قلتي لينا كنت عثرت انت شحف معاه علاش قلتي كنت عثرت الجيش يلاه واش دالك لا ماشي انا قلتي لمنير كنت عثرت الجيش لا حيت كنا كنهضروا على الفارق بين الرجاء ما عندكش الحق تكون والو كيما قالك مونير الله يخليك افخر ما بقاش نقول لك البورسونتاج ما بقاش نقول لك كون ايمان ما قالش راه هو دابا اللي دخلنا في
هذا ما عرفتش كون ايمان ما قالش تعطر كون كما هضر ما تقولنيش واحد الطريقه كان كيديرها السي محمد ابو سهل الله يذكره بخير الله عدينا ديك الساعه كنا كنخرجوا للماتشات تقدر دير شي كعيه كاع في شي ماتش ما يهضرش معاك وموراه حتى كدوز الوقت عاد كيقول لك اجي نتذاكر الله انا اول ماتش غادي نخرج عرفتي داك الحماس ديال قال لي المره ملي تكون كدير الوصف والكره خرجات ما تقولش لي حسن الحظ كره محاديه للمرمى واش لي حسن حظك انت ولا لي حسن حظو فارق الحارس فارق اخر حيد تفادى الحالات الله يجازيك بخير مع هذاك في هذاك الزمان اللي ما كان لا لي ريزو سوسيو لا والو ايوا دابا تقول لي دابا تقول لي حسن الحظ كون صافي دابا هذه كنقول لكم الله يجازيكم بخير عليها النهضه السطاتيال او اول فريق شارك في كاس محمد الخامس عبدو الادريسي والله اخويا ما عرفتش ما عنديش انا اللي نعقل عليه هو وشباب المحمديه في كاس المغرب العربي انذاك وكاس شمال افريقيا في السبعينات سيمونة تيران بو محمد أونفاس للراقدون تحت التراب الله يرحمهم عقلتي على ثانوية بن بناء اللي كتخرج اللي كتخرج مع الستة وقت الشتا ما كتلقى حدا حدا أونفاس للرضا راك حافظ كازا تحية لك السلام عليكم علاش العصبة ما تفرجش على الأندية ندوة صحفية قبل الماتش ديال البطولة الاحترافية بيوم واحد ندوة مهمة جدا للمتتبع حتى المحلل فاش كتجي تسولو على فرقة شهر ما لعبات ما كاين حتى معلومة أنا معاك السي محمد أنا ما معاش والله إلا أنا معاك أنا ما معاش علاش حيت هاد الندوات كيجبدوا غير لا ندوة صحفية غير المشاكل أنا معاك قبل من الماتش ولاش في الكاف كدار هي في الكاف حيت دارت ولكن ان احنا هنا تخيل معايا شاك ماتش في كل غير الاشكال هنا السي محمد هو انه اصلا العصبه ما عارفاش اش غتبقى امتى غتبرمج لك الماتش عندك دير معايا دوا صحفيه بحال اللي عطيتك المثال اللي وقع ديرنيير مو ديال برشيد وديك الساعه باقا الماتش ساعه وما كاينش اللعابه وانت هو المدرب ما غادي نسولك في واحد الوقت اللي باقا ساعه تقول لي لا قبل الماتش بنهار ماشي بنهار بنهار داكور ماشي في نفس النهار يعني راه خايبه تقول لها واحد الساعه باقا ما عارفينش واش غنلعبوا ولا لا ما كنترينيوش ما كيجيوش ولا بعدا الا جالك بعدا الندوه الصحفيه اصلا الا وصل ونتمناو خير ناخذ واحد الفاصل من بعد بطوله القسم الثاني ومعها مستمعينا الكرام 05 22 36 05 36 مرحبا بكل اراء وبكل الاتصالات انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شهد اف ام نمشوا على بركه الله ناخذ معنا اول متصل في حلقه اليوم ايوب من السعوديه مرحبا سي ايوب اهلا وسهلا تحية لك اخويا منير تحية اخويا فخر الدين الله يبارك فيك خويا تحية لك خويا اول حاجة اخويا فخر الدين حج مقبول ومرحبا بك والف الف مرحبا والله العظيم الله يبارك فيك بارك الله فيك الله يلا تنورنا اخويا حق الله تنور ذاك الموقع والله العظيم الله يكمل اخويا الله يطول عمرك بارك الله فيك سي ايوب عندي واحد الشنوقات اول حاجة على الرجاء مرحبا الرجاء شوف تيكون واحد المثال لكل مشاهد المصري. اييه. كتضرب تما راه في البطولة. ولكن ما تيسرات راه البطولة كيديها فريق واحد. اييه داكشي اللي كاين. داكشي اللي كاين. حنا كنضربوا تما وكنباركوا اللي غدا فيه فريق الرجاء بدون خسارة. و 26 جولة. وتقريبا راه باركور ديال البطل 60 نقطة راه كيحسبوا بها البطولة على ما أظن أخويا. وين راه باركور ديال البطل؟ راه حيتكم ما كانش الجيش في هاد لافورم كي قلتي أنت كتقدر تكون الرجاء بطلة. اييه. تقطع. انقطع الخط على ايوب الله يعيط عاوتاني عيط خليه يعيط بالنسبه للباركور ديال البطل راه باين باركور ملي كتوصل لهذا العدد ديال النقاط راه قبال هذه الدوره هذه راك غادي في طريق اتجاه صحيح في اتجاه البطوله سي رجحي راه المسير اللي هضرتي عليه ديال سيدي قاسم دخل رقعة الملعب قبل بدايه المقابله على صهوه الحصان ما بغيتش كانوا الحكام كيتهربوا من قياده مباريات فريقي وشحال من فرقه خسرات وشوف حنا الا دخلت في هاد الشيء انت قصدتي ما غنساليش غير الظروف اللي كتجرى في الظروف الظروف ديال المباريات الحمد لله لهذا السيد هذا غيكون تا هو في الجيل ديالنا مع العلم عاش هاد الشيء توفر الانديه على على لعابه على لعابه بغض النظر على هاد الشيء راه في هاد الزمان هذا تقدر تلقى فرقه ما فيهاش كاع اللعابه اللي حمروا الوجه وكتلقى شي مسير كيتعنقر خلاها هشام الدكيك شكون اللي سولوا على التحضير الذهني وداك الشيء قال لي هي التحضير الذهني والتحفيز ولكن ما كنتيش موجد تاكتيكمون داك الشيء بقى تحضر ذهنيا حتى الصباح خاصك تضحك حتى الصباح
في الجدول الاول. المدربين اللي كانوا كلهم غاربه فريق او فريقين اللي كانوا عندهم مدربين اجانب مثل فاس عبد الادريسي، وضح لنا الفكره عافاك ما فهمناهاش. لا في ديك الوقيته ديال مدربين شرقيين في دابا الوداد واحد الوقيته مدربين شرقيين الماس يمكن تاهما جاوا في نفس كاين بعض اوروبا الشرقيه بشحال جاي تحت السوفيتي الصابره شحال جاي ديك الساعه تاشكوف ولا هذاك المدرب البرازيلي، عدد كبير من المدربين في واحد الوقت من الاوقات كانوا كيجيو غير بواحد الصالير اللي هو عادي ما كاينش. نمشيو عند سي ايوب. سي ايوب رجع واخا رجع. مرحبا ايوب. تحيه لك اخويا منير. تفضل ايوب تفضل كمل الفكره ديالك. واش وقع لك؟ واش قطع علينا الخط اخويا؟ يلا مرحبا بك زيد. كما قلت لك اخويا فاركو الدراجه بطل الموسم، ولكن حسن حظ فريق جيش هو يستحق اللقب. وي بكل امانه فريق ممتاز، فريق كيلعب كوره ومجوجهم كما قلتي هدفنا كوره شريفه اللي دا بطوله بصحته. مرحبا. عندي واحد النقطه بغا ندوي على المنتخب شويه اخويا. ديال من منتخب كبير؟ كبير. زير اول حاجه بكل امانه احنا دابا كنقولوا احنا عندنا منتخب كبير منتخب، ولكن المشكل ديالنا ملي كنمشيو كاس افريقيا ما كنعرفوش شنو باغيين من كاس افريقيا، هذا هو المشكل ديالنا. كنعرفوش شنو بغينا. دابا رئيس الجامعه تحياتي ليه من المنبر كيقول اي رئيس كيدير معاه واحد العقد خاصك تمشي لنفس النهائي، وشحال من مره ما كتوصلش نص النهائي. يعني كيمشي بهذاك بهذاك الشيء اللي خاصو يوصل ليه. انت ملي كتقول للمدرب سير نص النهائي كدير عليه الضغط، خاصك تعطي اوبجيكتيف على حده، قول له خويا الهدف ديالك وصل يا خويا على الدور الثمن واللي جا من عندك رباح. راه المدرب هنا ملي كيوصل لهذيك المرحله كيولي عنده متعطش يزيد اكثر، تيقول او المدرب عطاني هذا الدور وانا الحمد لله وصلتي علاش ما نطمعش. ملي كدير ليه الدومي فينال وملي ما كتوصلش ليه راه كاين هنا واحد المشكل. دومي فينال كيبان لينا حنا ساهل، ومع ما كنتقطعوا مع ديك المنتخبات اللي كنقولوا حنا صغيره، كنتقطعوا مع طنزانيا، كنتقطعوا مع البنين، كنتقطعوا مع المنتخبات اللي كنقولوا حنا منتخب ضعاف، وملي كنجيو نلعبوا المنتخبات الكبيره بحال السنغال وبحال هادي كنقولوا اننا واقفين. لذلك حنا المشكل عندنا خصنا نحترموا جميع المنتخبات. وفوجئ زعما ملي يبغى يدير واحد العقد مع شي منتخب مع شي مدرب هنايا على قدو على قدو ما يحاولش. هذا مثلا بكي هشام فيك تحياتي من بابا ما عليه لا ضغط لا والو، خدام وخدام وداك كيضرب تماره. واي مرآه باي منتخب وهي القاب بكيك باش ناجح بالالقاب. كل ما كانش منتخب ديال فوتسال تقبيه رئيس الجامعه راه ممكن يكون واحد الموقع هذا هو منتخب الدكاتره. سي ايوب الحمد لله عدد منتخب. سي ايوب واحد مثلا واحد المسابقه كيدير كيديها سي ايوب، وملي كيتوج بها حنا كنفرحوا ليه، وملي كيمشي كاس العالم نديروا عليه لا ضغط لا والو، غيمشي غيشارك وغيمشي بعيد. علاش؟ لان بكيك داير الضغط على نفسه وداير واحد التحدي على راسه انني خاصني نفرح هذا الشعب، خاصني نفرح هذه. كما درتي واحد الكلمه البارح اخويا فخر الدين كلمه من ذهب، هذوك اللاعبين متعطشين، هذوك اللاعبين اللي كيلعبوا متعطشين. حنا وكان عندنا لاعب منتخب المغربي اللاعبين متعطشين الالقاب، قسما بالله كنا نمشيو غندو الالقاب. أيوة. باش غندوها بالسكات والخدمه ونضربوا التمر وغندو كل شيء. ما حد ما كنهضروا خصنا نديروا ما غنديروا والو. واللي كيفكر ان كاس افريقيا 25 غتكون سهله راه هو غالط بزاف. لا لا تكلمنا على هذه القضيه انا ومنير اكثر من مره هنا في الاستوديو، غادي تكون صعيبه عندك حيت كاع المنتخبات اللي نظمت في البلد ديالها وسيرتو في المغرب تبارك الله الظروف كلها كاينه. غادي تلعب بحال كتقول اوروبا، لا غادي تلعب في اوروبا. تصور معايا سبعه الليل وتسعه الليل عندنا حنا تبارك الله كي كتكون هنا في المغرب وفي اراضي مزيانه الفنادق تبارك الله اللي بغيتي كاينه. سكيب في دوك واحد العدد كبير من اللاعبين الدوليين كيجيو وما كيبغوش يبقاو في بعض الدول الافريقيه مع كامل احتراماتي. هذا ماشي احتقار، ولكن ملي كيبغيو ملي غتقول لهم المغرب غادي يبغي يجي هو فرحان وحاس بواحد النشاط وعارف عارف انه من ناحيه الاكل ما كاينش مشكل، من ناحيه المبيت، من ناحيه التدريب، من ناحيه اللي بغيتي فهمتي، حتى الجو غادي يعاون. هذوك الماتشات اللي كنا كنهضروا عليهم
وهذاك الحرارة اللي قتلت إيمان وقتلت بزاف ديال سميتو فهمتيني وقتلت ما غاديش تكون ما تكونش الحرارة غادي تكون البرودة الله يبارك فيك السي تحياتي أيوب غير السي أيوب واحد قد غير باش نختم أو فيما قلت لك المنتخب من الأدل هو الألقاب مش كاين إحنا منتخب مغربي كنقول كبير غير شتي واحد القضية باش نرجع معاك لهشام دقيق شتي هشام دقيق دابا البقاء ديالو تا هو شتي براسو كما كانش هاد الخدمة والألقاب تا هو لقيتيه يتبدل الله إلا متفق معاك لا بلا ما تحلف بالله أنا كنقول لك أش كاين متفق معاك ولكن الميزة ديال هشام دقيق يخدم وملي كيدي ألقاب باقي باغي ما كاين مشكل ما كي... انا كان اشوف انا كنظن بعد شوف هذا الشيء اللي كتوفر عليه انت وبعد العمل اللي كيقوموا به هاد الوليدات وبالمدرب ديالهم ونزيدك حاجه اخرى حتى الجامعه الملكيه المغربيه وبلاك الاهتمام كنظن بان افريقيين وشمال افريقيا الحمد لله مازال نقدروا نبقاو مسيطرين هذا رايي ديالي ولا يعلم الغيب الا الله. تحيه لكم من هالنظر وتحيه لخويا كيف تحيه لخوتك وتحية لأخوي الممثل ديالنا أخوي منير الله يحفظك أيوب الله يحفظك الله يحفظك أخوي أيوب تحية لك هذا هو ممثل فيها وفيها منير هو منير ممثل حقيقي راه اللي في كاينين بعض الممثلين راه اللي في البرلمان كيتسمى ممثل الأمة راه هذوك اللعافة سو سون دي زاكتور ممثل ضربة فيهم الحرارة ديال الكوتيف أنت كنتي ممثلة الوطن إن شاء الله داك الشيء اللي بغى الله بسم الله الرحمن الرحيم نمشيو لبطولة القسم الثاني خاصك لا ما يمكنش افخر الدين نتائج ديال الدورة 22 لا بلاتي عفاك مولاي حيت دابا الناس ما كيشوفوش كيفاش كيرياجي هو باش كنضحك انا حيت كيقولوا هذه غتبقى تضحك بزاف علينا راه هو كيرياجي راه ما يمكنش يكون قدامكم فخر الدين وما تضحكش كيقولوا لك تضحكي بزاف لا ما قالوهاش ما قالوهاش هادي ما شافوهاش دورة 22 بطولة القسم الثاني المتصدر نادي المكناسي جاب انتصار خارج القواعد مزيان امام الاتحاد الاسلامي الوجدي اي 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 هذا راه هو هذا راه لعب مع المنافس ديالو الدفاع الجديدين هزموا جديده امام الاتفاق المراكش 1-0 الكوكب خسروه في مراكش الهزيمه ديال الجديده لا تكون شويه قاسيه ما يبغيهاش الجمهور والكوكب المراكش يخسروا امام شباب المسيره في مراكش ورجاء بن ملال تعادلوا مع اولمبيك تشيرا 0-0 اولمبيك خريب قارب حوستاد 3-1 شباب بن قرير شباب اطلس خنيفره 1-1 الوداد الفاسي ربحوا الراك 3-1 والجمعيه السلاويه ربحوا سريع واتزم ب 1-0 هذاك النهار الراك دارت ماتش على برا على برا دابا الترتيب تقريبا قبل ما تبدل والو الا النادي المكناسي اللي زاد هرب فوالا ديك 3 بوان ديالو غادي يزيد بها عنده سيدي دابا 45 والكوكب المراكشي المركز الثاني هو الاتحاد الاسلامي الوجدي 37 الثاني والثالث والرابع بقاو هما 37 كانت 37 ولكن النتيجه مزيانه دارها النادي المكناسي تحققوا هذا المصالح ديالو هذوك اللي الجديده والكوكب هما اللي عطاوه ذاك الامان ما عطاوش هو بالعكس زاد زاد حيت كنا كنربحوا بقى دائما شويه ديال وبالمقابل هما ما استغلوش الوضعيه ديال بعضياتهم الكوكب والدفاع الحسني الجديدي ديال وحده استغل الوضع ديال الاخرى اللي استغلوا الكوكب لانه كانت مواجهه مباشره مع دابا المركز الثاني فيه الكوكب الاتحاد الاسلامي الوجدي 37 المركز الرابع الدفاع الجديدي 36 كنظن الصراع على الصعود هو هذا واخا جوج تراقي باقي 8 الماتشات القادمين باقي تبارك الله انا 8 باقي كيجوني كثار رجاء بن ملال المركز الخامس 33 اولمبيك خريبكه المركز السادس 32 31 كاين عند ستاد في المركز السابع شباب المسيره المركز الثامن 29 اولمبيك تشيره في المركز التاسع 28 شباب اطلس خنيفره في المركز العاشر 27 شباب بن قرير المركز 11 26 والمركز 12 الوداد الفاسي 25 راه كنجيو لسريع واد زم 13 عنده 21 والراك في صف 14 هي والاتفاق المراكشي عندهم 20 والجمعية السلوية عندها 17 اش درت له؟ ربحت في الميدان ديالها؟ اش ربحوا؟ ربحوا سريع واتزم 1-0 حتى هي كاينة في اسفل الترتيب سريع واتزم؟ المركز 13 ملعوبة دابا ما بين على قضية النزول نقدروا ندخلوا حطوا سلاو نزيدوا معاه لي تروازيكي براكو راه حتى الجمعيه السلويه دابا بينها وبين المركز الامين 3 بوان ايوا انت وهذوك عندهم 20 على 20 امين مركز امين لا المركز الامين هو 14
ما نحسبش انا 15 16 هو اللي متنازل. انت كتهضر على المركز امين هو 14 و 14 شحال كتجيبوا من نقطه هذاك المركز 14؟ لا ما هضرش على شحال باش شحال دابا بينك وبينه. لا اعطيني الكلاسمون باش نعرف شحال ديال عدد النقاط اللي عند هذاك اللي دابا هو نقدروا نقولوا احنا في ماشي امين بور لانستون. راه امين بور لانستون هذا اللي كنقصد انا. الساعه راه امين ولكن من خلال سبعه المباريات اللي باقيين تقدر يقدر ينزل. نبدا لك من التحت واخا السلاويه هو الاخر عنده 17 اللي فوق منه الراك والاتفاق 20 يلا ها 3 بوان ما بيناتهم وفوق منهم سريع واتزم 21 صافي ما كاينش شي حاجه ما كاينش باقي ما حسبتش وداد فاس انه عنده 25 عنده باقي ملعوبه باقي ملعوبه البطوله باقي ملعوبه تنظر بانه سلا الى حقق نتائج ايجابيه يقدر يجر معاه هذا الفريق. دابا كتقول الراك كتقول سلا كتقول هذا ولكن ما كنجي نشوف الفرق ديال النقاط ما كثيرش 17 20 ا ماتش ماتش دو فيكتوار لهاد الفرق دابا اللي كنتكلم عليهم انا 6 بوين تخليهم على التلفيل يمشيو سلالي شويه هو ديال البطوله ولكن القسم الثاني حتى البطوله ديال القسم الوطني الاول تقريبا راه قرب لبعضياتو توكل على الله. على اين كاين متصل؟ كاين سعيد من اكادير. سي سعيد من اكادير مرحبا سعيد. السلام عليكم سي منير تحيه ليك وتحيه للاخت ايمان والحاج بخضين. الله يحفظك سعيد. الله يبارك فيك خويا بارك الله فيك. حيت اخر مره غنهضر معك كنت في رمضان قبل منا قلنا دعينا معك بان ان شاء الله نحجوا كانوا واحد الدرع ما عقلتش انا ومن اييه والحمد لله تا كتابي في الله. سي سعيد الحمد لله. حنا هذاك النهار قلت انا كنشكر كاع الناس بالساكن اللي كيتلاقاو معاك واللي كيدعوا معنا الله يكثر خيرهم. هادشي اللي كاين والله العظيم الله يكثر خيرهم لان ما كتعرفش الدعوه فين داكشي جاي. حاجه اخرى ندخل ديرك في الموضوع باش نخليو المستمعين الاخرين. يلا زيد منير. نعم اخويا منير واش ما علمتكش طاج هذيك العام وتيتوان في 2021 بان الكره في المغرب ما عمرك تحكم؟ لا لا هادشي متفقين فيه. حيت انا حيت واخا تقول لي باقا نص نقطه نص نقطه باش يفوزوا راه غادي تسنى غتسنى. انت دابا السي سعيد نعم اسمه علاش كتهضر بالضبط؟ انا اما على البطوله لا إما على الثاني دابا واخا بلاتي انت البطوله كتهضر على الاسفل ولا على القمه؟ بجوج واخا بجوج. دابا انت بجوج ما عندكش الثقه. ما عنديش الثقه برشيد. دابا انا برشيد من تشوف اللعابه جالسين قهوة تيتسناو مع الساعه قبل الماتش بهكاك هذوك هبطوا هذاك النهار الاول خرج النهار طاح باك طاح راه من الميناء من الخيمه فوالا هذاك من النهار الاول. اما الاخرين تقول انا باقي اللعب حيت كل شيء ملي تجي تشوف الفراقي كل شيء تتشابه حيت الراجل الجيش هذا العام كل شيء يتشابه. راه ملي كتسمع 16 و17 نقطه وهذا كتقول واقيلا ما تلعباتش البطوله. راه هذا هو المشكل زايد حاجه حيت راه كتقول هاد الماتشات كاملين اللي دازوا بنادم عنده 16 نقطه 14 وي بحال الوداد شحال هي ما ربحت. والله انا وليت نتفاجئ حتى انا وليت هذا اليوم انا مهرجاوي والله مقابل رجاء الوداد الباهي قلت والله هذا النهار قلت له ندخل نشوف الترتيب انا والله العظيم ما شحال ما شفتش الترتيب انا لقاك شي واش هادو ما عمرهم لعبوا وكان الراجل دابا خسر بحال ديك العام وهي والجيش كل البطوله الاخرى غتلعب بها 50 نقطه زي حاجه اخرى نهضر على الرجاء. انا بالنسبه لي هذا العام الا ما انا يا ربي انا كرجاوي ماشي باش ما نكونش نشري لكم الصداع عاوتاني يدخل شي واحد يقول لكم باغي الرجاء باغي مرحبا بك. انا كرجاوي انا ما كرهش انا ان شاء الله هذا اللقب اما البطوله اما كاس العرش عطينا حيت انا علاش حيت هذا العام الرجاء كاينه مزيانه ولكن اشنو السبب حيت قبح الله الفقر ديال الانديه الوطنيه. راه غتجي شي فرقه كيما خليتيها انت ديال الفيحاء ولا الرحمه ولا الغفران ولا شي حاجه من السعوديه. شكون اللي كان قال اللي قلت؟ انت اللي قلتيها. خذها انا كنعطيها لك. لا حاجه غيزيدوا لشي لعاب اللي 300 مليون ولا 200 مليون في ديك العامين داك ما يزيدوا 100 مليون ادوا لك بصح جاي الحاجه اخرى نهضر على كما قلت لك قبيله على بوسين الله يشافي واحد السيد انت تقول استاذ حتى تري هنا وكل شيء هو نجيب السالمي اييه انا ماشي انا حتى تشابه هنا بالعيد بويميت الله يشافي بالعيد بويميت واحد النهار كان جبد وجبد الدليمي الله يرحمه ويقول ما نقولش الرئيس
حاج الدور ولد الرئيس وفي برنامج وقال لي الدليمي واحد القيده كانت ديك الفرقه خاطره كو يدخل مارش فيه يهضر ذاك الرئيس بدا يهضر التحكيم كو يدخل الدليمي هو يصرفو صافي هو يسكت ذاك الرئيس وش بغيت تشرك قدام اللعابه وقلت للمدرب هذا المدرب الله يرحمه هو بوت المدرب وكل شيء حتى نذكر المدرب ونذكر الرئيس شو غادي يعرفوا تكون هي الفرقه سعيد شحال دابا من نقطه ديال من ديال الرجاء والثاني تخلى عليك الرجاء الرجاء عندها 60 تاع عندك 180 قبيله انت كتقول لنا نقطه نقطه صافي ابليتهم بيك انت ومنير حيت هما قاعدين يسمعوا كاع الراديو معايا في الخدمه دابا دو كاع السميه لا اسامه غربي لا واحد الدري سميتو عمر كيفاش بليتيهم كيفاش بليتيهم كيفاش بليتيهم حتى انا نهار كامل فخر الدين يوميا البرنامج ديالكم يوميا نتصنتوا لا لا في طوب لا في اكادير وكتعطيه لهم ولا شنو كتقول لهم تصنتوا ماشي حتى بغيت تصنتوا معاك بزز منهم يتصنتوا معايا علاش بزز منهم علاش علاش بزز منهم هي بنت صنت فخر الدين بزز منهم يتصنتوا باه شوف بلغ لهم السلامه السي سعيد وتبارك الله عليكم الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك على المداخلة ديالك الله يحفظك الله يحفظك سعيد بنتي ولد قال لي واش هذيك بيت ديال البارسا ولا ماشي بيت خلي عليك هذوك في الثقة راه سعيد عندهم كما قال منير راه كاين اللقاء الأسبوعي ديال المديرية عندهم داك الشيء كاين الحدقة ديالهم والأرجون وحنا بدينا عاوتاني وسير تجلس السي كاين المديرية تحياتي سعيد شكرا اخويا شكرا مشكله هذه عز الدين بوزيان قال لي السي فخر الدين السي منير عندكم مع التاريخ شويه وصافي بغيت نسولكم واش عمر بطولتنا كانوا فيها شي مدربين من الخليج العربي وشكرا لكم خليجنا لا اظن انا ما لا يحضر يجيك من الخليج يجي عندك هنا مازال تقدر تقول دابا يجيك شي لاعب من الخليج ويكون قاري يشد الوداد ولا الرجاء ولا الجيش ولا فرق اللي اما تقول لي في ديك الوقيته لا اظن يجي واحد من الخليج لا اظن منير البطوله القديمه اللي كنت عارف انايا كاع المدربين ديالها كانوا ديزاكشن ولا اوروبا الشرقيه لا حتى ديالنا بحال كتقول الخلفي الله يرحمه والسطاتي الله يرحمه والخميري الله يرحمه كتمشي للماس كان الغانمي وانت شعيب الغانمي شوف انت شوف قنيطره وانت غادي كلهم كانوا ابناء الوطن عاشوا هنايا ولا فهمت هادشي اللي كان ما كانش سي منير واش ما بانش لك هذا الجيش الملكي قال لك سي منير واش ما بانش لك باللي انعدام ملاعب الاحياء واماكن ممارسه كره القدم 11 ساهم في ظهور الفوتسال لان اغلبيه الاطفال والشباب يلعبون في مساحات ضيقه مثل الحدائق خويا نقدر نقول لك ان الفوتسال بان في قنيطره في عز ان الناس كانت كتلعب كره القدم في الاحياء الناس كانوا كيلعبوا ديك الكره الخماسيه اسمع اسمع التصريحات السابقه ديال هشام التكيك وديال سي محمد الجامعي وديال الناس القدام اللي لعبوا واللي دربوا واللي خلقوا هذا الشيء غادي يقول لك ديك الكره الشكل ديالها الخماسي ولا لا اتذكر في يومين ان مدرب من الخليج اشتغل في البطوله السنه لا اظن انا لا اظن سي منير كنت سمعت لهاتي الذكريات في قناه الصحفي الحسين الحياني الله يطول في عمره الله يشافيه الحسين الحياني شحال من صحفي تعاقب على تعليقه بسبب تعليقه على مباراه خويا منير واش واخا ما كانوش مواقع التواصل كانوا اللي كيتسناوك في الدوره ورا السي الحسين الحياني راه كاع هو في المباشر في ديك المباراه الشهيره ديال 79 راه ما كملش ودوز الميكرو لمحمد الاحمر قال له هاك كمل انت سي كانت عنده واحد كيف كنقول رأي وتبارك الله مثقف انا من الحلقات اللي عرقت فيها ونشفت هي فاش كان عندي ضيف هنا لا هو تبارك الله عليه كتلقى انت عمرك عمر لا عمر. انت عمرك كله دوزو هو صحافه تبارك الله ديجا راه بكتاب ديالو قداشنا هو مكتوب وكيشيت لك انا يحصل لي شرف على انه كان غيدير واحد البرنامج ما نجحش هذاك الهدف جا عندي تال الدار ودرنا واحد الحلقه وداك الشيء ولكن ما كملش وباقي دابا راه كاين كدور واحد شي مقاطع ولا الحلقه كلها ديال البرنامج وثيقه اللي كان هو منشط ديالو كان الضيف ديالو الحاج العربي بن مبارك الله يرحمه الله العظيم الى واحد الحوار زعما فيه شي لحظات تقدر تبكى فخر الدين انت يعني سيرتو الحاج عبد المبارك فاش كان كيهضر على مرتو على مرتو الله يرحمها بطريقه عفويه 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 العربي مبارك الله يرحمه ما غاديش يتسنى منه من غير العفويه علي العفويه
بداك التاريخ كامل وبداك الجبهه جبدت التسميات كانت تعقد وما عندك ما دير يا مولاي ما كرهتيش حتى تشوفهم دو طون زون طون وتشوفهم طالعين في واحد سميتو الصور ديالهم ذكرى كذا كذا لوفاة دوري 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 تجي لك حتى لاتليتيكو والله سيدي حتى تمشي تجي شنو هو تجيك يا منير تجيك دارني مورا مشى حسن ناظر البرتغال اتصلت به قال لي لقيته في الباطو غادي مالك قال لي راه الرئيس ديال فرنسا الفرنسي غادي يلعبوا مع بينيفيكا الله الله قال لي اجي وبغيتك تكون سميتو لعب فرنسا لعب فيهم جوج المهم لعب بينيفيكا لعب فرنسا مشى كتقول ترى ما عمرهم سميتو ايوا لا اله الا الله التربيه وما ادراك ما التربيه والعقلية. والاخلاق والعقليه واللي بغيتي يا منير خليني هنا الله يرحم والديك صافي احنا هنا احنا هنا تبارك الله عليك سير الله يعاونك اخويا الله يسهل عليك نمشيو لعند السي محمد الرباط الا سمح لي انا باقا نبقى دقيقه لان كاين الفاصل وناخذو سي محمد ناخذو سي محمد مرحبا سي محمد ودير فاصل تفضل سي محمد تحياتي لمستقبل المكالمات تحياتي للمستمعين والمستمعات المخرج سي منير نحضرك سي محمد سي فخر الدين الله يبارك فيك الله يبارك سي محمد نكونوا في صحه جيده امين يا رب اولا قبل الشر برافو للسي الاستاذ والمايسترو هشام دقيق على العطاء والاستراتيجيه والابداع داخل التيران طاقم لاعبين محليين فهمتي الحمد لله وشكر لله رقم ثابت واحد ثاني جنوب افريقيا الثاني في العيون الثالث في الرباط الحمد لله وشكر لله ونتمنوا لهم يستعدوا احسن استعداد للمونديال ان شاء الله فهمتي يحاولوا على الاقل وخا يتاهلوا على النهايه بعدا ان شاء الله يا على الاقل وخا يتاهلوا على النهايه لما لا يفوتوا باللقب ان شاء الله ان شاء الله من جهه ومن جهه اخرى كنهني الاتحاد يعقوب المنصور اللي وضع واحد الرجل في الهوات تبارك الله عليهم وكندوز الجيش الملكي الجيش الملكي راه غادي بخطى ثابته نحو المحافظه على اللقب ان شاء الله كل ماتش باقي عندنا اربع ماتشات كل ماتش عندنا باراج غنلعبوا بطريقه ديالو دقه دقه وتبارك الله راه ما نخافش انا على المايسترو راه بحرمات والوليدات راه مركزين على هذا اللقب ان شاء الله يا رب ونتقاتلوا كذلك على كاس العرش وكنتمنوا حظ اوفر للرجاء والوداد وجميع الفرق ديالنا كلها فرق وطنيه ان شاء الله بغينا التنافس يكون تنافس شريف وبغينا البرمجه ديال هاد اربعه المباريات تكون في وقت واحد بالنسبه للمقدمه ان شاء الله نورمالمون نورمالمون خاصها تكون السي محمد في الاخر صافي وصلت الوقت واقعيا ماشي المقدمه حتى اسفل حتى اسفل الترتيب باش ما تبقاش ايمان كتمنى يا الجيش اللي تخسر لا 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 محمد لا 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 سي محمد سي محمد سي محمد والله سي محمد سي محمد الروح الرياضيه ما كاين حتى شي سي محمد لا لا ما كاينش شي انا ها باش ليس دفاعا على ايمان باش نعطيها حقها ليس دفاعا تصنت ليا راه ملي كنا كنهضروا في خضم الكلام اللي جا قلنا زعما كون خسرات شي فرقه في هذه الدوره الاخرى شفنا الماتش ديال الرجاء والزمامره لينا فريد هذوك المحاولات اللي جاوا للزمامره كانت تقدر فريق الرجاء يضيع هذيك المباراه لا ما بغيناش يضيع المباراه لا خصنا دابا ما وصلناش معاك سي محمد سي محمد سي محمد تكتب عليه انه ما اخترتهاش سي محمد الله يرضي عليك ما تقولناش اللي ما قلناش خلي داك الشيء عندك تصنت ليا سي محمد وهاد تصنت ليا تصنت لكم على راسنا عيننا سي محمد سي محمد برافو عليكم سي محمد الله عليكم حنا هانياتنا كنا فرق سي محمد ما بغيتش تصنت كان تصنتك اخويا ما تصنت لي والو قلت لك تقول لنا حنا كنا تصنت ليك حنا كنعطيو راي قالت لك ايمان حتى الجيش كوبقى داك البينانتي في الدقيقه 35 ني لافريد الكره هذه انا كنهضر معك كنهضر معك من تجربتي الخاصه ماشي كمدرب عاك لعب عشنا في البطولات اسمع السي محمد راه ملي كتلعب بطوله الضغط كيكون دائما على داك المكراسي الاول اي فرقه تقدر تجي هنا تخلق لك مشكل اذا هي ما قالتش لك كون هذا غير مجرد يعني لا قالت كل جيش تعطرات ما قالتش كون تعطرات لا شوف سي محمد لا باش باش نقادو دابا 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 انا نقول هو دابا دغيا دابا راه المشكله ديالكم السي محمد سي محمد اسمح لي سي محمد سي محمد سي محمد راه باش
يعني بين قوسين سمح لي على لوتيرم، راه باش كتطلعوا الدم انك الواحد باقي اصلا ما قالش شي حاجه، نتوما دغيا صافي ورايك يحترم وكتغطي عليه وزعما دوز. لا سي راه ماشي هذا هو الراي اللي تقال في الاول، راه ماشي هذا الشيء اللي وصل. دابا غير باش نرى باش نشرح ليه من فمي انا اسكو هو انت سي محمد رايك يحترم. انت غير اسمعني الله يكبر بك. شوف دابا فخر الدين قال لك يعني حتى الاخر ويقدر زعما كل شيء كل شيء ملعوب حتى الاخر. دونك انا قلت بوتيت مثلا الرجاء من انتصرات والتعثر ديال الجيش الملكي مثلا، حيت كان شفنا التعادل ديالو حتى الضاق حتى في القانون المغربي ما في القانون المغربي ايمان في النقاش قانون المحبين ما خصكش تقولي هذا الشيء كاع. لا 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 وهادشي داخل هادشي اللي كان فهم انا دابا هادشي داخل في النطاق. سمع سي محمد تخلص لينا وتبارك الله. لا وعيقتو صاحبي والله الا عيقتو حق الله العظيم. لا لا شوف واحد الرساله ديالنا للفريق الجمهور ديال الجيش الملكي باش تعاطف مع الاخ ديالنا السي عزيز الحواس، راه في محنه راه تبطروا ليه رجليه واحسن. الله اكبر ياك لاباس ياك لاباس اشنو احسن انسان مسن وتبارك الله مدرب مع الجمهور والله تبارك الله. الله يجيب ليه الشفاء الله يجيب ليه الشفاء الجمهور والنادي كلهم يزوروه. وتحياتي السي محمد. شكرا لك السي محمد. شكرا لك السي محمد وبارك الله فيك. لا العفو السي محمد. لا لا مرحبا مرحبا. لا شوف راه من باب الاخوه احنا كان هذا هو النقاش. غير هو هادشي راه عارفين، غير حنا ما نمشيوش في شي حاجه اللي اصلا ما تقالتش. والمعنى انا راه واحد النهار باش نختم معاك باش سبورتينغ البيضاء دارت الفينال ديال الشامبيونز ليغ، انا راه كتبت وا سبورتينغ البيضاء وخلاص. شي واحد من المحبين للجيش قال لك لا علاش كتبتي سبورتينغ وخلاص، راه حتى الجيش كان لاعب في البطوله. ماشي لهاد الدرجه تولي قاعد حساسيه صاحبي لهاد الدرجه. واه النقاش ديال الكره وما كتشوف وما كناقشوش شي مسائل ديال امن الدوله ولا شي حاجه، راه كناقشوا غير الكره، فيها اللي ربح فيها اللي خسر فيها اللي تعادل فيها اللي داز. وعلى اين السي محمد شكرا لك اخويا وبارك الله فيك. تحياتي. لا ما عندك علاش تعتذر، انت ما غلطتيش. حنا كنناقشوا. ما عندك علاش تعتذر. تحيا لك السي محمد. تحيا لك. شكرا لك السي محمد شكرا. دابا راه ايوا انت دابا اصلا القصد ديالي انا في كل شيء راه ماشي هذا الشيء يا منير. هو الا تعثرت الرجاء كما قال فخر الدين قال لك كتلعب حتى الدوره الاخرى، لا تعثرت الرجاء راه الجيش غادا في القمه، ولا تعثرت الجيش الرجاء بوتيت تكون افونسي عليه شويه ولكن مهم. وبلاتي نعطي لعبد الهادي يعطينا فاصل اشهاري باش ما نتعطروش كامل. فاصل اشهاري تكون منال. انتم اللي كتعطيو بلا حساب لعائلتكم، شكون كيدير بحسابكم؟ حنا عند مصرف المغرب كنديرو بحسابكم وبحساب مشروعكم السكني. خذوا كريدي ديالكم وقلبوا على داركم على راحتكم. موافقه سلف صالحه لمده 6 اشهر. عند مصرف المغرب كنديرو بحساب اللي كيعطيو بلا حساب لعائلتهم. سي دي ام انتم اولويتنا. عرض خاضع لشروط. اكثر حاجه كتفرح وليداتي هي ملي كنصاوب لهم كيك وحلويات لذاذ بالشكلاط، حيت الكاكاو اللي كنستعمل فيهم ديال ايديال. كاكاو خالص 100% وكيعطيني المذاق واللون الحقيقي ديال الشوكولا. كل من ذاق الكيك والحلويات ديالي كيسولني على سر نجاح الوصفه. السر باين، الكاكاو ديال ايديال. ايديال مع كل الامهات للحياه. Saviez-vous qu'il est possible de gérer vos noms de domaine, site internet et adresse mail chez Infomaniac? Vous payez le juste prix et les données de votre entreprise restent au cœur de l'Europe. Infomaniac, le cloud éthique. Plus d'informations sur infomaniac.com. Au groupe scolaire La Consonne, nous accueillons votre enfant dans un environnement d'apprentissage stimulant et adapté aux besoins de chacun, lui permettant d'acquérir la connaissance et de s'épanouir dans multiples activités. Le groupe scolaire La Consonne, situé à Diar, Alice Diar, Debouscoura et Noisser, dispose de salles d'informatique, d'espaces de jeux et de bibliothèques, ainsi que d'autres espaces éducatifs pour accompagner votre enfant de la crèche maternelle à l'école primaire dans les meilleures conditions. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez désormais nous contacter au 0808 57 39 21. 0808 57 39 21. عشاق الفن الأصيل والطرب الرفيع بمدينة الدار البيضاء نضرب لكم موعدا مع حفل فني بادخ بعنوان أجي ونغنيو
مع المايسترو أحمد برعو والفرقة الموسيقية المتميزة يوم فاتح ماي بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء. في الموعد يوم فاتح ماي القادم، سهرة يغني فيها الجمهور باقة من أجمل الأغاني المغربية والعربية. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي، وإيمان بوليد من الوحدة 3 ديال العشية على شادي فام. انتو دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام. سير ديريكت عند تامي حيت ما بقاش الوقت. مرحبا تامي. يلا سير عنده. يلا سير جات الدقيقه الاخرى. يلا مرحبا سي تامي. ما تقرا ما دير والو سي تامي. اهلا وسهلا يا خويا فخر الدين. دابا صافي عندوز دغيا ما عندنا من... لا انا قلت عليه قلت ما باش ما خليتوش يقرا باش انت تاخذ قيد ديالك سي تامي. لا لا برافو عليك خويا فخر الدين. يلا مرحبا. لا دابا غير عارف انا شوف انا تشت وقيت اكثر منكم بالكرونو كاع. يلا سير سي توكل على الله سي تامي. وبعد تحية سيموني وليلة. الله يحفظك سي تامي. الله يبارك فيك سي تامي. الله يبارك فيك إيمان. حنا المصاوين حنا حاضرينك عندك تشوفش علينا. يا الله ناري شتي فخر الدين خرجتي عليا فخر الدين شتي. لا غير هو اليوم إيمان اللي قال هما تبعوا كاملين غير تبعوني أنا. لا لا ما تخافيش. تحية لك سي تامي. الله يتبعك حتى أنت. الله يهديك كما قال مسكين تامي. كيف تيقول لك راه من حقه كيف قال منير الواحد يهضر على الكره من حقه تقول لي بغا. ما حنا في الدومين ديال الكره كيف ما اي واحد عنده الحريه انتم ما عندكم الحريه تقولوا كيف ما بغيتوا. المهم غير انا نهضر على هاد لالين دروات اللي بقات تقريبا في جول البطولات ديال العالم. هاد كل شيء بقى له 4 5 6 ديال الدورات. كاين البطولات اللي بانوا بحال مثلا ديال المانيا وديال الايطالي ولا البرتغال ولا فرنسا واخا ماشي رسميا. غير نرجعوا مقارنه تنشوف احسن بطوله دابا مقارنه وعنقارنها بالدوري المغربي هي ديال الانجليز اللي المقاتله فيها بين ثلاثه ديال الفراقي. الغريب في الامر هي واحد الماتش روتار ديال السيتي مع توتنهام. خرج لحقاش السيتي كانت لعبه لاكوب وفوقاش عايت برمج دابا في لوكاتور 5. فوقاش عتلعب السيتي مع توتنهام. شنو هي معنات لوكاتور 5؟ هي 3 ايام قبل اخر دوره. فهمتيني اش بغيت نقول؟ 3 ايام اخر دوره عاد غادي تلعب وراه ما كايناش السيتي اللي لعب على البطوله مع ليفربول وارسنال. لا كاينه حتى توتنهام اللي خصها حتى هي تحدد واش عاد تشارك في التروازيام كاتريام بلاس وداك الشيء. كاتريام بلاس قالت هي مع لاستون فيلا. نرجعوا لينا حنايا مقارنه هذا الشيء اللي عندنا بالنسبه لي انا الامتياز عند الجيش الملكي في البطوله. هذا رايي الشخصي جو بونس شي شويه باينه. نرجع على التصريح ديال سي بن القشور اللي قال ان نهايه الموسم ان شاء الله تكون في التالي ديال شهر 6. ما فهمتش علاش مع العلم دابا قول عن سالي وافريل عتبقى لنا ثلاثه ديال الدورات. ثلاثه ديال الدورات وعندنا لكم في لو كارت فينال. راه تنشوف الا ضيعنا هذا العام هذا هو الوقت فين غنسترحوا. راه من بعد كورونا راه تدني المستوى ولا هذا راجع لاننا عمرنا ما نسحينا. ونرجعوا للارشيف هذه 6 سنين لا المشاركه العربيه ديال الوداد وراجع في هذا الصيف لا 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 لا. اذا انا ما فهمتش علاش عندنا سيرت على هذا الميزاجور اللي عتكون دابا جوج ماتشات ديال بركان السير راهم سيرمون داروا واحد البروغراماسيون ديال دوره واحده زعما اش غيجي موراها الله اعلم. دابا عاوتاني داك اللعبه ديال شد حل البطوله انا ميت نسمع هذا لجنه البرمجه ولا على طريق سي بن القشور تقول لك عن سالو في التالي جوان لاش باقي لك ثلاثه ديال الدورات علاش ما نساليوش بكري والناس يرتاحوا والعام الجاي عندك لاكوب داراب وعندك السوبر ليغ ويمكن لاكوب دافريك اللي ما تحددش التوقيت علاش ما تكونش فرصه اننا نساليو في ماي. انا ما فهمتش ثلاثه ديال الدورات علاش نلعبوهم دابا شهرين
لاش عاوتاني وقاف سيدي حل مع العين مع نكونوش احسن من مقازه اللي تيتقاتلوا على البطوله واللي ماتش روتار ماتش روتار غير الفرق اللي غير الفرق اللي كاين السي تامي هو نقالزه يمكن البرمجه محطوطه تقريبا لا صبر اخويا موني وفيها حتى حنايا الا بقات دوره وتلعبت الميزاجور الاربع ولا الثلاث مثلا حتى ما شد البطوله واحد 15 يوم عاوتاني وخليك وخليك عاوتاني على علاش التالي ديال جوان وتيقول لك غنساليو بكري غنساليو بكري ان شاء الله في التالي جوان ياك ثلاثه الدورات بقات لنا الا حسبنا الا حسبنا الدوره الجايه تلعب افون ميل غتبقى لك ثلاثه دورات ووصلنا لكاد فينال في لاكوب علاش غنمشيو لا شارال دابا انت في نضاك علاش واش ما نستحقوش هاد اللاعبيه نخرجوا في التالي ما يتاحنا بحال البطولات الاوروبيه ونرتاحوا واحد الشهر ونص نبداو البريباراسيون على حقها وطريقه حنا راه الجمهور المغربي ما بقاش يستار حتى 10 ايام حتى 15 يوم وتنقولوا تدني المستوى وبزاف ديال الحوايج انت شوف جات الفرصه هذا العام هذا ميكو علينا من داك الشد حل البطوله غتوقف حتى الميزاجور ثلاثه قل دقيقه الله يهنيكم خويا منير تحيه ليكم شكرا لك شكرا لك سي تامي وسؤال يطرح نفسه ان شاء الله ما غاديش نجبدوه دابا بلاتي حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود ديال هاد البرمجه حيت كيف ما كان الحال البرمجه عندنا في المغرب راه في مرات كثيره كلام الليل الذي يمحوه النهار كنقدر يكون عندنا شي تصور ولكن كتجي شي وقائع اللي كتخليك انك تبدل البرمجه تحيه لك فخر الدين تحيه لك منير ايمان والسي عبد الهادي وجميع المستمعين الكرام شكرا ايمان شكرا لك منير ونتلاقاو مستمعينا الكرام غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج البطوله الى اللقاء